الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بيدي دروس وعبر من أيام أبي بكر وعمر، وحن اسكت إن شاء الله تعالى إن قبل قبينه قلبت كلمة كساب سن عمر برنا إن شاء الله تعالى سديات من مساكيت طبعا وفرق سديات إن شاء الله تعالى مركي، وحن اسكت إن قلبت إن قبل قبينه وحي ينود ما يدردارا كنا بري قلبت كرينا إن شاء الله تعالى. وحين صوب تلمان سيدنا عمر تلمامه سي إلهي سبحانه وتعالى وكرامي مركة تلمامه وحكد مرامة وقد بيننا كدمنا سياسة دولة الإسلام وكما مولي جرام وحكد تلمامنا إن شاء الله تعالى. إيا صحابة يتابعين توحي عمر كيدا هدين مركة أركان وناقيسة وحي كيدا هدين وحكم ذا تلمامة إلهي سبحانه وتعالى عمر وكرامي وحكم ذا إنه أحد لقها يبيسته ومخلوقات كي بن آدم كآدي يا ذوقه يبيستان تذكر قار كهيبد أي سن نبي كهيبيسنن يا أبو بكر أي عمر كهيبيسن شيرين حديث كبريدة إن الحصيبة قطوسها يا مال مالمها كمذا يو نبي قد دلنا بحي عليه الصلاة والسلام يا هلجن أنتم مقنا جوار مسلم هذا وجواريد شو جمدينا كمذا وحي كنا درتوا شرط كل شيء نبي إلى هذا السوعري أسوء بط قب أسوء قل يستوصل الله بتو إن أي نبي أبران برتو دربان وقرعته أما بالكياد قرع جرتين هوا شاس إن درك كش شرط ويتر هذا النبي وصل الله بتو أسوء نبط قب أوي ما دو إلى سوء نبط يهرو إن أن الله صاب يتر أبران برا وما سوء تريا ودربان وقرع ما درك هذا كشيء نبي وصل الله بتو أسوء أسوء قل يستي نبط نقبا واحدة بوسن كارين هو شوي نبي وشكت النبي الله هل كان هذه فلسطين روابط كدبنا أن دش هذا دربان كوجر عظم بران بران ما نصت تري يحقو تحقق عكسيه ومحاجة شرط بانكو قليج نبي وحول هذا شرط قشيء ونذر قشيء نصمة هذي هذا نقلنا ما لس كفر يسوع هني أنا هيدي بن عظم وناسدي بن إيه فريس حتى ما نبي له نذر بانكر شرط بانكل كرسي نبي وسقى نبي فريستي إنه حب الله وضي iyadu taagan nabiga dushisay inay buraan burto oo durbaanka garaacdo oo nabiga ku dul wareegto sida gabdhaha ninka soo guleysto oo allaasay oo kale nabiga markaa ku allaastay sida iyadoo wado buraan burko wado Abu Bakar baa yimid oo iska wada hawshada burna waa farist Uthman baa yimid hawsha baa iska wada taasna waa farist Ali baa yimid buraan burkeedii wadaatay iyo amaanteedii waa farist Umar baa soo galay عمر ما كان لها باب كوسيس دربانك هو يقرس هو يكفر يسطع دربانك يقرع يسنا بيقوم مش حرده يسوي برامبرو يسوي سحابات لنا أي كعب سوم وإذا كهي بيسوم وإذا يصوبانيه با انت اللب كفر يسطع قرسو يمرأي ذلك أسطرت هاوش أموكو النبي أركي أي النبي قصل عليه الصلاة والسلام نبي الله محدكو قصل يسابه حانكو قصل هيابه قبار داني أنا قاعد يقول ميسة بيسونه وقت دربان طوار يسوي برامبور يس أبو بكر دن كم ميسة قليل عثمان دن كم ميسة قليل عالي مركي إنها باب فقوس يس دربان كم يلو قب حلا واب ونبو دربان كي برامبور كي هوش ولا لا ياي وكا يكفر يسات كده نبو حكوي لي إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر إني كنت جالسا وهي تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدفة دربانك يا ود وايتورت مرك هاي بدس أي إلهي سبحانه وتعالى سي وبن آدم كهي بسنجرنا بردودك يا عيارها مو سنش علي هوش سهول جدا وربعة أيوه شعلا إنه كل رقم مر ليش هولها بردودك يا بير رقي عمركم مسعونين آدم هنا هوش أوي كهلا خاصة طمر هوش آدم وشعلي نبيكم مرك ما دام إشارتك شو سكح حق وروح فيرنا يي محبده وين أو قبطيه هوا شيء كفر أحد الشرط كان أي كوجا شيء وحوى ها النبي جا جعل كيزي إلهي إنه سوبد دي النبي دي يرو سوبد باديو هوا شيء مركب وهول مدن مدن لكن نبي يقول حقوق سلا والله يا بني سي إيه كانوا يقول هي بيسون وإذا عمرنا أي وقع عبستي تازل الحديث كل قرن سونا كويه سوى صحيح وها كميدة وحياة قطوس إنه ها هيبد أحد إلهي سيء حديث كعائشة عائشة وحيد جمال النبي يقول يقول فردنا أيان هجن إيه شبقي الشنكر بدن بيروق بان مقلي إيه عروض واقيسة ك
كدب النبي يستاج وافيري مساد الجودي سي حبشي قليه حبشي ذاك عيار يا مسلمين تا وما العيد إن هذه مراسلة كروحي عيد با يو بردو الدم يو بدبول يو بيرق يو بيتم يو 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 النبي قاركي عروتنا يكوها ريس عروت عيار با يوم لقى الرعاي عروتنا يكوها ريسينه مركز النبي العايشوي هذون عروت كاك دو دهاي ودمر با تايم دك لما مد أويني ده عيار ذم فيرنيس قالت نبي الله وان ربا وان فيرنيس وان استاجي تري نبي قصي ويستاج استورة هي يدور كذا قبطة هلك أجرب كيسا أيام وجهي كسو هذه قارت دون كداوان هيج روحي صحق أنا غفيري نبي قم بارك هيا مرك أنا نبي قم دبت تاجنا مرك وان داوني أبار مكو نبي قيت تاجنا عيارة عن داوني ينبي قم يانا درجين بس أنت أما حتى المايا ولي ما درج هنا سيفير صدر ربان داو وضو عايشة كشكيسي دا عدني بدو حيت روحان ساولها مر هرا عيارة كدا علي وحان ساولها بهوين كنا محينا مقلان نبي قم قيت تاجنا او عيار ان داوناي او احترام يو اكتيسا ان كو ويناهي سانو اوغادا منزله يا درجهدا النبي اكتيسا كو ايونا اوغادا هاولا اسلا قاداتي خارج اسك جوكسي با اسك جوكسي با كدخيه فقلت اقول لا لانظر منزلتي عنده وحان ايغي النبي انتو حرمهي سان اكتيسا قيمه يا ميقان اوغ لهي لكن عيرتو وا كدرغيت هاوش أنا يكُّ شر والنبي يقول التاجي أنا وهل كهوش كذا وانا ينمن كنا عيار هيا عرضنا يكُّها رزنت هاي يا عمر صباحك عمر بحق وكان كصباح دتك ورنا بحق كلا يا عين من كي عيار هاي عرضي دتك ووينا وحيد داون هذا فش بالليل أيون عيار تواجهين نبي قال مرك عمر الله ذو حوري إني لا أنظر إلى شياطين الإنس والجن قد فروا منك يا عمر نبي حوري عمره بقى طوب بعد وحدة قوال له هاي هوانك عررتي كو عياره يفش بالله شياطون الإنس والجن بويكا عرام شياطون الإنس والجن ويكا عران شياطون الجن سيو عران إنس والباء روح والباء بن آدم قرين شيطان بصارا والله صعود أدوك هذا عررتوها عرري إنس يجن بوا عرري أحد والباء مركب بن آدم وحا الله صعود شيطان نبقى ينوش شيقي ونبقى قالوا المسلم آهين نبي محمد كيسون با إسلام مركا دي إنسي عررو شياطون الإنس والجن وعرر مركا نبي عليه الصلاة والسلام مركو انت عيد عليه ترعايش قرقي وانسكا قالي مركو عمر أحد ثال لغا هاي بيستو نبي نوكوغي هاي أيو أها مالين كالي عمر با نبي إذن سووي ديستو قرقي سيمت هوين كنبي محمد وحيوغو مضاهرات النبي كو هيا هوين كبسو يمت وحي النبي الله دونك واس بدلين قالي هو كردي دول الإسلام هو بلارات بيل كان نو كردي بيل كي ينولش هو شاس نبي كلا نقاش هاي سقال كودن تسوي مادين قل عايش الله وسر هيا نبي قال لا لا دول هيا أو مش لوكر نبي قال هو شو اسكو هيا أنا هو إنك زيا سوى النقاش هيا أنا دول أسعته يا عمر ريمد نبي الله مسوق قال عود كي سوي مغلي هو إنك ويك العري سقال كا كل قد حجاب كي قدال كم مرين نبي قال ماشي اللي قلت لك جندوبك عايشة حق الله قوضة مرة لدوبي قال دونت نبي قوة قسل عليه الصلاة والسلام نبي قوة قسل هاي عمر قصة قرقي صوق علي وحولي أضحك الله سنك يا رسول الله محاد كو قصش إلي قادة الله كو قسلي نبي الله محاد كو قصشي بوري وان إذن مصوق لا بان كوري وذي فصح وان صوق لدى قسل نبي الله محاد كو قسلي عود هذا هو قص لاي عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب نبي حلو حن لي يا ابرا وين كان يجي لمر ما هي هيستي دعي يقول دكرا مركب عود كذا مقلين حجاب كي بوبين حق الله قام ريداهي تيبو على عمر كحن وصد مرك هنا النبي كي بيسون وياه أي أصلاً أيك كلا عرام بعد يفتحه نبي قد وحوي وزوج كذو وصي كذو دن كاس علاقة وكاس حطها هذا كورن واني قلت الماني نبي جي حاسس كيس وحوم لو إيجي يا نين يا أفدي بالله فيرن نبي جي عروت زمرك وده الله يوم حلو إيجي يا والد إيوه إلمه لو إيجي ما هي سيدا إنه وهذا الله فيرن هي أضم إله هي الرسول كذو أكله حاوب مرك نبي جو وقد القدر يا أولادي يا أهلك وحق الزوج أه يا حق الوالد أه أيان لق يعني لو فيرين كرسول هانيو كأحد رعيدي سكمل لو إيجي مايو أو شو والله خلدا ما إسكي إلى لي وحول رسول كلاهي وأضاب مضنا إني كهاي بيستا ويكو قدريان كون وحول وعذو نفط ضوي والله الله
قبلي من محايدا ويدي عدو النفط نفط نفط ذبته إن ما ناد إيه بيسنة الرسول كلا بيدن كيه بيسريدن والقرن ويدن أني الرسول كنا كلا دوان أو الرسول كو إيه حق بدن يعني وعدا ونقنا يا عدو وتقلف سنت عمره عدو وقلف سن بعدها نعم أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أنا كعب سن ما إنه والله الله إنا والد دوني عدو نشغل ومردي كريده عدو هنا شغل ومردي كره مركز النبي وحول والذي نفس محمد بيده ما لقيك الشيطان قط صالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك نبي قد أرتي عوري لابا قد أرتي عمرو الشيطان كو هدو ودك أقول ريماد وكل حدا إنسي إسكب الداي هدو ودك هذا يسو الشيطان كو أكل حاني متكلوا مريا إنسي يجين بالنقاب كاللوغة هايويستو إلا سيدة أبركي أيها سيدنا عمر رضي الله تعالى هاي بدأ أيضا أنا وكقسر ريي إيه سيدنا أبو بكر إيه ورقي كدن بيور نمبا ابن عباس باك الشيكي وحول المسالة الدينيات بيقو استقداد ورحل قصابس ظاهر القرآن وحبطو صحيا سنة نسي وحبان كفاهم يبور هاو شبه هلقا إيه استقداد عمر ننكا أقوم بهم ومركا أن ويدي لها نمنا ولي أني قال الله عن شيء يبور أسيقى ما دعينا ويدي هل سنة يقو قاتب عمر إنا سؤاشا ويدي وان رقاقا وان عبصدا كوور عمر بن عباس نادى صاحبين اوهد وسود وين اي ورقو الله تشدو اه عمر با كل كلين جيري او قالوا بيت رسول الله با هاي ويل عقل بدون علم بدن با مدح عمر قوت اسقو سدا او كو دحي واي انو هل سنه وسؤاشا ويدي وحور مكثت سنه وانا اريد ان اسال عمر عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له حديث مسلم وذكر نيسا سنة كمر قرن ماني حجك قدم بي أيان مالي أنا سوك اللي يسنفر بي أنا سوق هذا مال دور وكسود أنا كنت وصول الله بتي سوى ويسي سنة أنا أركب من فرح سنة يوم ما أنت تدقين يا عمر مركز أنتان اسم مقيقة أنس عنانتي يعني سؤال شو صوت تريبه سترتيب يقول جواب أنا قلنا هل سنة يان فولني يبر حسنا فولني ينا عمر سؤاشا ويدي نيكو لو رجل عبد المؤمن الأودي رضي الله رحمة الله تعالى من كبار التابعين واتقرنيسان وحويلي ما لنك عمر لو وريمي اللي الدليني نيك قال كي مجوسك أو وريمي وان شوي بل الصلاة دام وحكتو كان المسجد كان شوي فما منعني أن أكون في الصف المتقدم إلا هيبة له صف كوران كنت كن كربي ورنك كل حين عمر نقول كري دبت تاجن لكن عمر ما كان ركيد ألبان بحيب ور حاجة أدم بدعها صف كاس أسك قليب هيبة من عمر مركي هيبة نين لا أو مدو وين يسوع الله جح شوذا أو آدمي يجين بك شوذا أيوها وكان رجلا مهيبا بور أصلا كش عمل من الأود اليمني وتقرن إذا من آد لو جه يبيستو أو نك في ريب أفر صدوها فكنت في الصف الذي يليه صفك كوبات كي كحجة بانسك الجلعي عمر رضي الله تعالى عنه وحوها نن آدي آذو كرام بدن وديق بدن وقعن فرن آثار فر بدن بانا كتبت وانسك سوق قاب سنين مالي مال ما كم بدا يا سحابي عطم من فرقة أورنجري رقيق عراق فرية بصرة أساسا كم بدا قرن إيسان يا وفدهان أوغيم أوغيمت أمير بنكاء بلادس عمر بن ولشي سليا يوحو عونه يوحو عالفونه مسلمين تمتك أطهق دارنا أطبر يارنا أفقير سنوحو على الفضيء أو بيشو أيو بيلنا إياه وحكوصو باقمي أساقو نيف جيلو لقور عي لقون تيسي وحلقسو حق حقاي وحق عنا هيا مسلمين تنا كورس إيابيرس لدعا هيا واسي ذي بولي عمرو عمرو إنا ننحر كل يوم من جزورة مالين والبا مسلمين تفقر دعا نيف جيلو لقور عنا بولي مدينة كنو فأما ودكها وعطايبها كرس كذي صوبة كذي وحدوح له إنت إذا ونقصي هلي بكتري عسان هذا مو على الفضو فلمن حضرنا من أفاق المسلمين بول مسلمين أنت نوتي ما دي أنت باهاني أنت كويتدا أيا إسكالي أنا قوى معي من جمها إيو مرقية دي ميلها بقونا دا إيا اللي قنت وحبال لقد دين إيو ميلها سنكو علي قبينا وأمير كي مسلمين رضي الله تعالى عنه ابن عمر روحي لا سوى عبد الله وأدقوا يقاني ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبض كان أجد ولا أجود من عمر حديث في صحيح البخاري قرنيسة روح بن آدم أو النبي أنكاهي أو النبي أنكاهي بن عبد الله بأرمية
oo ka deeq badan Umar ama wax walba si dhaba in loo fiiriyo kaga fiican Umar ma arag buuri ajada wixii wuxuu jiddi ba asiisaba dhilleel iyo ciyaar iyo burdoodan ma yaqaan hawl walba sideedu u qaabilaya ajada wala ajwada wax ka deeq badan xaqanna hawsha in dhab loo qaabil dadba hawlaha fudaysta hawl culus baad u keenin oday aamanin culuma ama nin aad saaxiibtiin inaga dhaha dhawaan fiirin doonaay oo iska fuulaysan war hada shaah iska cab waaba hawl adigu culays kugu haysa Umar wuxuu soo jiddi buu ahaa wax walba dhab u galay iyo fool buu siinayay iyo meeqaanka iyo miisaanka leeyahay siinayay xagga deeqdana ahad kula mid ah ma arag bacda rasuul sallallahu alayhi wasallam سعد وقاص باكور محاكين يروح انه ضيق بدناده وحول بنا ودب قابله نفترضه كو حساب سن سكيمها كو حساب سن دقيقه ولبا وحا كو حسابتميسا اني قلف كا اورن كرتو ادونكو دنبا مره اسكا اورورايسا اخرت وجهيسريسا زاهد بدن قريسا ادونكي باد كتغيسا هو شاس مره كور سعد وقاص وقرنسان من قدماء المسلمين او عيدي والله ما كان باقدمنا اسلاما الهي بان كو دارتي عمر ما اهين نيك نوغو اسلام هريه وادم بوب اسلامي ولكن قد عرفت باي شيء فضلنا لكن وحان قرتيب وروح عمر نوغو دافاي اي ونغغا وناغسنادي بان اوغاداي مخو ياهي كان والله ازهدنا في الدنيا بول. كان والله ازهدنا في الدنيا الدنيا نينك اوغو فغي اخر او جهيس بدن بو يو اها الدنيا دم بو ميل اسكا ساراي زهد ما انغ سو مري وا واخ وترك ما لا ينفع في الاخره زهد ومحي وحولبون آخر وحب كتر إنه لقف هذا زهد الليل هذا ترك ما لا ينفع في الآخرة وحولبون آخر وحب كتر إنه أن عيارة وقت دومي سامة شكب بلاشة أما ميران معض الرأي لسكفر دياء أردنا تكف قاتوي ورع أنا وات قرتين والله حفظي مصطلحات النوع سوى مهم ورع أنا ومحي وترك ما يخاف ضرره في الآخرة وحولبون كبقيس آخرين ولبكو كينو او حسابي كتمادو اما شبهاء اما شهوات كفك توي هذا هو الورع ترك ما يخاف ضرره في الاخره زهد هنا وترك ما لا ينفع في الاخره مباحات كيف سوقري حتى مباحات كغديراتو وحالا دب كدغتو اخر وجيستو وزهد اما الورع اما الورع وحويه وحول اتكبقيس اخر دب كوكو كينو اتكفكاتو اذا مركز جواد بوها ازد الناس نواء عنها wuxuu ahaa nin wax walba siduu yahay u qaabila nin haybad ilaahay ku mashaqeeya iyo ahaa maali maalmaha kamida ibn umar baa wuxuu maqay nin leh ayna zahiduna fi dunya wal raghibuna fi alakhirah nin taagan ummadu waa in hayo arkayo qasaas ah oo leh awi dadkii adduunyada ka dheeraaday awi dadkii aakhira doonayay ninkii hadlayo u yimid gacantu qabta sadexni waxa uu dhex taagay uu kaxay qabriga nabiga iyo abu bakar iyo umar buu dul istaajay waa kuwana نلك عيد كلو تسووها نجي المحوليه اين الزاهدون في الدنيا الراغبون في الاخره تدك اخذ الدنيا اخر وحو دغنا يا اوي الدنيا كزاهد يا فري ابن عربة قعنت قتوك حيي مركز كوير عن هؤلاء تسال الراغبون في الاخره الزاهدون في الدنيا والنبي محمد ابو بكر وعمر ودت عيد هذه سواكون سده لكن مدن كلها لغين ادو نسك فريس أحد كاسوا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وحين أقد بينا مركو إلهي كعب صدي يا دنيا كزاهيدي إلهي حرمية قيمية ويني أمد أمسلمين تأمام مولي بأضيع يسوه كان سميسي حيا وميتا حاضرا وغائبا هدو تشوغو هدو مقيا هدو موطنيا هاي هدو نولي هاي انتبه والاقو هاي بيسني والو حرميني والا أضيعي دور قسين سوق علينا أمر الله بي لأصدح وعين قطبا سيدنا عمر بن مالي وموطو مالي بدكم مرتين أي مالي مال ماكو حصوم مري هويني جدان قبطة هويني ويل ودقة وحق النحنون كاسي كرعي وطوافي سو مسلمين تدحس عطو أركي بركاس الله الله وحر أدونت إلهي لا تؤذي الناس تتك هاردبن هداد قرق هذا اسكفاري ساتو أيا فعل الله هيد حتى واجب هو ما يستطيع مثلا كان يوصل دعاء يسد اسكت ضواف في سد ضواف كسرنا اسكت عشرة يس مسلمين توا دبسنا يان أيون واقول دبسنا يان أدون هدي ويا لو تحنون لقى عرة هي رواد قبطاي سوما في عران لأن تقول هذا اسكفر يس تلادي لو جلست في بيتك ولا حتى أمرك كما دقين بندك تقول هذا اسكفر يس الله يسوما في عناته
waagi dambe gurigeeda iskaga urursatay iska joogi jirtay Umar ba shahiido wakiil la dilay waa dambe waxa soo maray wadaad maalik Umar la hadlay oga xuro hawo gabadh yahay in alladhi qad nahaka qad mata bul wadaad ka dhakor ku diiday in muslimiinta dhex gasho oo meelaha iska dhawaafto uu dhintay soo ma ogeyn fakhruji subax kale iska dhawaaf madaas kaga dhax jir ويدي فقالت وهويني ويدي عمر نوال حبالي ما كنت ليطيعه حيا واعصيه ميتا بجل الى بان قدرتي اصغر نول لا ديع ما هي تروح قال زمان اصغر دنتين عاصي ما هي وخيانه يجري اميركو امر بي بندي واقاتي هدي مركو نول ان كحشوني هدو حجابتين وواجب ان ان كحشوني يجري والله ديع ما هي اميركا مؤمنين رايقيس اجتهادك إن معصية أهين إلا غدي عواجب وي داد الأوذي كرتو وواجب إلا قد جميعاً لما أقول وذاتك أبو مظفر القناعسي لورنجري ياو تعليقه وحيولي حديثك وحاكوشرة إمامك عادلك ملحوينها مسلمك عادلك هدو شيء كفره شيء إنا تفريس وواجب هدو دنتي هدونه لهيبا لأن الحق لا يموت بموت الآمري صحوي شيء حق أقمر دنتو أحد كفري لما شديسي شيء حق ونكسب الله هو شيء كي يكفر يا مهدينتو أما هجوج أما هم متناظ وإنا تيس أوفرزه محيي لما ذهبت كم مرة تم موت أصحابها وحباك كتوسا يوم مضوا إنا عمر أوه كان سميز وضمرك وحص ما يني رجس كبده ضمرك مسلمات كأي ويا إلا ده يقبل يروح ضاي نقاري تونه أي عمر هدو شو يهدو مقيا يهدو موتيا هاي بأمر كيزية تلذي زقادنا حقنا إلى لنا احتراما له وهيبة له وطاعة لأمير المؤمنين اصلا باك الشيكي قصه عجيبه ويدن السكن وحور هبين هبينها كمذا ايان عمر مدينه لوريغي عمر رقم بالله هذا قرن صوت المانه باجيره قبلكم مركو دحو اي امدو تكت عيشها او لا كلا جيف قادو ايو مغال دحمر جيري مدينه توس قريو درك اسك بدلو درا لو اقونن خيدو ايو اوداي مسلم اه وري مدينه اسك وريغه هيا يو اسك دغي جيري ودو إن كاسو قادة تري إنو كون أردال لدى يمس ومد كميدا قبطو ومد وكفر يسوي إنو لبانا مسلمون لغا ورقبين ودبكي سوء قادو بريها قاركوت ومكا دريمين مساكين دقين لكتو ودبك تري أما روح مسلمة ودب شاقان ايا أما ماشن حنون كتشرا بوليس كوريغي سميدا راقي نفط إذين كانو كالي بغان كي سميين ساعة مبايادة كو هيا سيدا سكولو سمين جرو أنتد كان لدبينين وانا قودون لغم مقين ياهي او ان ايغو وخا لا ترى بس لا دوني كي خير لا فري نينك وناق لو شيغ نينك ديب لا دول قاداي هاوش شق نيمان لا سوقو دالين يرو او شقاله انو سمين جرو هدي راشين لو بدا سو قاده هدي لعق لا بدا قيبيه او اسلم كميديا او ادونك يرفع كميديا مرو ليش سو كحن جري عبيد الله يا عبد الله كله وا كحن جري عاصم انتو درك كبدل سان لو غران سانو مغالدو دخ وريغن اسلم با كشيكي مدينه هبين روندو كو وريغني عمر بان لا سكونا و نوداي وان وريغني و دالاي بوسو سوداي مركو دالاي يو غوري دربيغي كو تيرسدو ير فريست مركاسو و خو مقلي هاويناي غورغا كدخاله غابدهدي لا هادليس اولا غابدهيدي خليغا عانها لا غاري ان ايبن جيرن سوقا غن جيري عاني كينو سوليسو انتي ليغينو بي انا كو در أنا أصوب براح سوق نجي جوادي بهذا شو هو يميل لما قلبي كذي أمير المؤمنين هذا الكيسي وما له دوت كذي وركتي صوب حسوك ما سوق قارن هي عمر محيودي محيودي مسلمين توحان كعد سنة يا إن عانها اللي يبيني يوحد ضريرها ملعب كعانها صوب جسريدا اللي يبيني أنا لقط الرحين ولقط برحين وحن وح أي كأي حانا بيلغو مدري كرو ملب وحلقو مدري كرو شيء والباسو السافي ومدها لغا قدو واغشي يا خيانو منو قال روح عنكو قبطانا ميل بانكا قصو هرايا وركتدا مين كسو قارين حتر يمسو قارين لكن وحانكو رقبر يها ورك بضان عمرنا كو ممقل هايو كي وركتدا قيبين هيا دواقينا كو ممقل عانها برو حسوق قيبان كوري هو يأمر كاسي بعيس قبل وحيت والله ما كنت لو يطيعه في الملأ وعصيه في الخلاء بجل ما لك وركتد الجدين يا عمر وان شوقيو ما دحن روح يتروي وانا يالي هذا سوى ان اركن انت اسك قريه ما خائمه هيج
بعانها أنت هنا عن سؤال بعيان سؤال لزوم بنسوق جين وحي كوه ترام بنكو كيني مع السلام لكن أنا برعه لما سوق هاي عمر ورك هو مغلاي قبر دي دوت دي ديه هو يدي دوسك مغلاي وحوي يا مركا أسلم وعمر يسمع كل ذلك عمر هو مغلاي الدوت الأحمر تقبر لا يه يدي يعانيه يو غش يلقو سمين الدوت كذا هذا الدين عمر مركو حوي يا أسلم أسلم وحوي لي وانصعوني إنه ورقان وضاي إنه جوري كان الباب كيس إيش مدي على مدي رينش إيه مري سوى عمركو بريو guriga lagu soo wardooro wuxuu guriga baan calaamad mariyay waan soconay waagu markuu bariyay ayu umar wuxuu yiri taad ka haysta ciidan guriga tag heerka soo ogow gabadhi hooyadeed meesha dumar baan ka halay ragooda awway dibka jiray guriga soo ogow kadibna robood ii keenay maamada warka si caanaha in la barxa ka talinaysay iyo gabadh yarida diidanayd iyo reerka xugt soo dhan ike waa la tagay waagu markuu bariyay meesha la tagay guri waa la soo ogaaday waa gabadh iyo hooyadeed iyo gabadh yar oo meesha ku nool wax ragaba lama joogo waa reer iska dan yar ah iska duruufaysan xaalkooda baliito haweenidu ma qabo gabadhuna waa gashaanta aan in lahayn hawshii baa loo sheegay عمر با لا كلمه غبدي يا مامدي با اسكو ييري و ورهيستي اودي وا هرو دنتي با مامدان وا ماما اغونت اسكو كورساتاي با غبدنا وا غبدهتي و روني او قرابو وخ قرابو نو جوجت ما جيره او الماديرتن وخ طلو ميش نو ما جوج اودن بانكو دغسنا دودن و مقلاهي و هو عاون كاري بو عاوي راشين بو دياري وا كديب ويليشي سب اسكو ييري غبدي با هنغور علي عمر كا غالي gabadhi daaciyada ahayd ee hooyadeed xaq ku oogtay ee khiyaanada dawladda muslimka diiday muslimiinta aad iyo aad u difaacday baa hunguriga ka galay waa wax loo guriyay hadii soo yeel isku laayay gabadha ma gabadhi bu umar wuxuu yiri wiilashii isku yiraahday caasim abdullahi ubaydillah abdurrahman ragta dub isku yiraahday markaasuu yiri may maqlaysan ha maanta hadaan haweenay tabar u hayo waayeel baan ahay gabadha ana guursan lahaa buu laakiin waxa abateeda maanta dumar oo ma hayo abu waxayna ku cudsanaya iska soo saara gabadha ninka guursan laha ragina gabadhaana wali waa wada waa amirka muslimiinta ninkan ku meerin lahaa la soo saaro nin walba ubaydilla waxaan u xaasbaan leh abdullahi waxaan dhowr baban hayaaba ragi lixda ahaa nin walba ciir dar buu sheegto nin labaan qabaa yiraahdo nin mid baan qabaa islaan kala tabar oo ma hayo caasim عاصم باري أبو أنا حاسد لهايني يقول مهراني جبرنا جبرد عاصم ولا أقل قلي سيف عم بلو جوري ورد استي جبر بودش جبرد هنا جبر بودش جبرد آدم بوا جبرد دش عمر عبد العزيز هو يديوي الخليفة الراشد الخليفة الخامس ثم إذا ما عمر عبد العزيز هو عمر بن الخطاب حقي هو وجيه وجبرد gabadha habeenka uu roondada wareegay uu soo helay ee wiilkiisa caasim uu guuriyay gabadha ay dhashay ayaa dhashay he umar ibn aziz al khilafata al rashid umar barka dhanka xagee uu oga yahay ha xagaa uu hooyo weey عمر عبد العزيز هو يدي وين عاصم سوما سوى ان عاصمه قبر كلا وابوه نقني او لباب نقني اذا ان فهمتان ما ربا قبر داس قيمها بدن عاصم با غورسدي عاصمنا قبر با ودشاي قبر قبر اي سي دشاي با دشاي عمر عبد العزيز دو عبد العزيز من مروان الحكم او غورسدي idan dadka qiimaha badan ee wanaagsan ee hata la kulmo sidaas u daneen jiray guurkooda in lagu ka faa'iideysto oo warasadiisu ay wax u galaan hilibka wanaagsan waa la raadiyaa waa la tamadiyaa qadiyadaas marka muslimiintu waxaan u jeedaa haduu umar joogo iyo haduu maqan yahay sagheer iyo kabiir rag iyo dumarba axad ay xurmeeyaan oo ay dheecaan ay u hoggaansamaan ba maadaama ay og yihiin wanaagsi qiimihiisa umar ابن كثير وتعلق قد يده وحيل وحاكو جرى لقى قضانا يوعى على أن من لا وليا لها يزوجها السلطان
gabadha aan waliya gacal khaas lahayn madaxweynaha muslimiinta waliya gacal u asaga meereeyay suu Umar ba gabadhaani u meereeyay Umar waxa kamida manaaqibtiisi iyo fadaaishiisi ayaamihiisa qiimaha badan nabiga ummada wuxuu u sheegay saxaabadu ay ka warqabeen intu Umar nool yahay fidna diineed inaysan dhacayn intu Umar nool yahay fidna diineed inaysan dhacaynin meesha Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu markuu khaliifka noqonayay usha muslimiinta qabanayay la yiri markay ansaar dooday idinka muhaajirna aad doodeen tii war anigu khilaafa ma rabo xilla ma qaban karee u dhii doorta Umar ama Abu Ubayda kala doorta markaa dambe lagu qasbay waad aqbashay maxaa waqa aqbasho u yeeshaa la yiri xuri waxaan khashiito ay an takuna fitnatun thumma takunu ridda hakabqa inay finniya khilaaf dhaco iyo burbur kadibna ridiya gaalima ay markaba timaado muslimiintu marba is khilaafoon ay fitnat timaado ridda ku xugto timaado muslimiintu marka waxay ogaayeen intu Umar isha muslimiinta hayay intay dunuba gaadhe in wax fitnad diineed aysan dhacaynin muslimiintu na is khilaafaynin burburna usan imanin xadiithka Hudayfa fi sahih ayaa qadiyada ku cada Umar ba maali muslimiinta muslimiin asoo walla fadhiyay saxaabad badan kamidii muhaajiriin kamidiiin yuu la hadlay wuxuu yiri yaa garanaya oo ii sheegi kara ama xifdiyay maalinku nabigu taagnaa fitanka uu ka sheekeeyay fitnadii weynayd oo nabigu maalinkii sheegay xadiidkeeda ay oo ii sheegi kara qasadin Umar wuxuu xusay laakiin xadiidkii laftigiisa buu garan waay oo markaa maskaxiisa ka baxay Hudayfa wuxuu yiri anaa garanayo kuu sheegay xadiidkii keen buur soo daa innaka lajari وديرنتهاي حديث كان عمر يقف كذا بدات هي سوى العلوسته بل سوى داب الحديث مركزا وحان يقول فتنه الرجل في اهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاه والصدقه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر روح مسلم كافن ده لو فتنيه يا خلادات كو كغلو صلاه اي واجبات كو كغلو اسو كو مشغول سن اهل كيسي عروتي مال كيسي وحا لو ضافا salaad oo tukanayo sadaqad oo bixinayo wanaag oo dadka muslimiinta farayo xumuhu ka reebaya lagu dhaafa Umar wuxuu yiri taas oo ma jeedo warfidna weyn waxaan ku waydiyay tamuju ka mawji albahri fudna haday dhacdo muslimiinta ay walaahobayaan la isdhaxyaacayo weysadu jabayso balaayoon ka dhacayaan baan ku waydiyay hawlayro haweenkaadi iyo reerkaada ku saabsan iyo sadaqadaadi iyo salaadadaadi kama hadlin وحوري تاو حانكوري متاسا وجدها لا تخف يا أمير المؤمنين في الندى وين يتموج كموج البحر أذو شغل بكم لهت فإن بينها وبينك بابا مغلقا بابا مغلقا في الندى أيضي يا أديق عمر الباب وين وحرر السرورن باب إذين دحي سبب سو قاريسا محاقا خسي عمر وحوري تنوي تان ربي الباب كأسايا في الندى وين هرتاقيني حجاب كوعة الباب كما اللي تشبين دونا مسوى الله فلو دونا مركا يفندو صوفا كريس فدنا دا مركا يصوفا كريس الباب هزو دافا يزو الباب كما اللي غفوري وهان دراب كما اللي سيبا الباب كما اللي حين مسوى يصوى شبسا حدو بحور ويتشبين إيسا ويصوى شبسا الباب لفورة يمجر فدنا الباب لغفر فدنا الرون وي روح الباب كما صوى شبسا روح الكفر تمسك ميدبا فدنا دا الباب هزو شبسا يسوي وحل غفر أيام عمر وحور مر هذو الباب كاتشبه ولا دبت من لو خري نبور فقيه زورنتي الباب هدي لا تبي ما لا خري كرا الباب كان دراف انه تورمو اما قفل كتشبه اما مصبار بحا روني اسقي هدي عرض دو لا غدغو وي اتكان حساب دبت با ان لو خري وحو جيدا فندا مالك بلاوتو الى قيام الساعه ويسعونيس الا الباب كذا اللي خرينا واتكانيا عمر وحور حذيفه الباب كاسي روح أميات قرنيسة الباب كاسي روح هرتاغن وفدنا سياسات فدنا عمر كه الله نبي قلنا إنو شيغي سحابونا وشرحي وفدنا كسابسن مامل كمسلمين محايا للدين كمسلمين وحا إلالية دورة ونظام إسلامية وحكومة ودولة دعوذنا أضو داند كن رفادين وذا دهين ننو السلفية شيغتا أما أما بختك على شيكتي وحاوي وحبض انتري ميس إلى الله له دولة إسلام إمام الله له مسلمين تحرميان
عمر مرك هو فهمسني هاي وينو يه في النظر أي تاه فتنة سياسية وفتنة في الإدارة والنظام الإسلامي وحول مرك الباب كاسي هرتاجن نظام كإسلامي في النظر هرتاجن الديدن هذا يعني صور دقائقه مئات قرنية هابرو وان قرنية مسروق يتابعين تمرك حذيفة ورئيسنا وحيدة هذين عمر الباب كأصب إنه يهميه أجا حذيفة حوله هو أجا الباب كونه أصب جاه وما نكو قيريوذو باشوا يدر درك صوت شاب صنيس أو الله صوت قال صنيس الباب بع صوت شريس أسيكو أجا أنتو حديثك إيوه يانسي خاص أو قشر حيبيوري ونوفا فاهي ون ألفاد النبي قشيغي إني حدثته حديثا ليس بلا غاليط بول عمر وحان قشيغي حديث آن ملك أول هين شي كبر لي آن هين ونبي قان كسو حكت أو عانا لسانو ديبي ونقرنا هي بالباب كينو يهي وحمالك هكذا بي عمر آد بقو فكير جراوشاس وقبق جري إن مسلمينتو أي في النوبة إذن نظام كيسي إسلامي أي سياسي أي قيمها بطنا أي على طريقة الرسول ومنهاج أبي بكر أها إلى قيام ساعة لمه الأي سوى سيدا أولا ما يسترن فترات متقاطعة ويرير وعود إلى الأصل وينوئما إن شاء الله بلنقات كلا نهيسرنا لكن منهج متكامل على طريقة الرسول ومنهاج أبي بكر سيرة الشيخين واقدا باللوبحي إنه صنع ذا وأذكته محل الباب كواشبي، لكن إلهي فلقي إن حريستي سه، ما كان حيو أن قوس النبى عرب رقير بن هلينا، أن كشك هينه، سيد هذا الصومالي ذو لحد بلوده محاكم توقع شك هيا، بديك لو حلو أبادها يا بلايا كلو أبادها يا، وحن وحي ركت المام إن الصحابة وعمر مركي أقادين وناقيسي يسدوا أها هي خلافتي زمحي كيد هذين وحبينا قصوا قضاينا. مالي مال ما كم إذا صحابي قيمها بنضاي عبد الله بن مسعود الهذلي يا سوى مسادك كوفة فرديا يا سوى مسألة دينه ذو أم الولد خصب سنبلا أم الولد الدورات كي المرنشة طيب محاة طلعة من اللي يبين كرا مسيه ويحروب المهي دا شيبا حريني ورد حالك يسوق لي مرم بضان باكتاقنا رأيك يسيبان لويدي وجوابي حرت تابعين تايد يا هدنا سؤالك لويدي وكجوابي لابن نوع سيستا هدنا صوفرست ويسكوها يسكت قراءة قراءة يسكوها يا وذا الحلية آيات الصلاة الله آخرنية من ذا الحلية ما يسيدنا الله آخرنية وادخلتن تاعي لبدو وذا بقول عبد الله دوا من أعلم الناس بكتاب الله بكجرة صلاة بتكمل صلاة دمية بقرط هذه قلي وحوري بلدي القرآن آخر هو آخر سورة سورة النحل باهت هو آخر مركو دمية بريا هو آخر آيات الصلاة هو آخر وحور أبو حكيم المزن إني جاسي وآخري وقراءة في عنا آخر سوهاي سوري كيف كل هذا آخر بالآيات وآخري قراءة كل وآخري وحول هذه يا قرآن يا كبر معلن كذا وكما حول معلن كآيات سورة وحن كبرت عمر عمر خطاب بأي شيء وبعد خلال عمر أنتم قريت كذب وياد والقرنيس يلا وشيء ذكذب مركز سوري عمر بأي آخري عمر بأكو آخري أقرأنيها عمر خطاب مركو يري عبد الله وأويبه فبكى عبد الله بن مسعود حتى خضب دموعه الحصى إلى اللي انتي سي المدى كدع عيسي قرور حي قيسي عردي مزادك قيس ثم قال وحوري اقرأ كما أقرأك عمر سيد عمر كو أخري وكوبر وآيض وحج أبو حكيم المزني وركيسي كادي أبو حكيم المزني معلن كي نكوها وأخرست لكن أبو عمر بكوها سيدا وحج لبدا قراءة قراءة عبد الله وخلاف سيه قراءة عمر هو أخري حروق أوبري وقراءة مخالفة لقراءة عبد الله بن مسعود لكن عمر بوقي هاي وحو النبي كسوي حكتي إنو ياي وحو هبو قراءة هاي قراءة محفوظة كذب وحو يري قلم قريب انتو قضايب لوك ساء ورجي لوك المدي سو كدعي سيب ساء قوبابي قران قرب ورجي عبد الله مسعود مركز وحيري إن عمر كان حصنا حصينا للإسلام يدخل الناس فيه ولا يخرجون منه فلما مات عمر انثلم الحصن فالناس يخرجون منه ولا يدخلون فيه وهذا الكلم مسعود يكساك سقنا
وحور عمر وحوها قال عبد إسلام هوها دفيس بوها حرية مور هوها أذق أن لقب حيني ولا سوق اللي تري إسلام كحلي وعمر نولا لقما سبح تريم بور مركو عمر دنتي إيوشي هذي حسنك يا قال عبد ويد دنتي بور دربي واد الله عواج به الباب ذو وافر مين إسلام قد دوال لقه ولا ولقب حي الله ما سوق قالوا يخرجون منه ولا يدخلون فيه. أما عمر كان حصنا حصينا للإسلام يدخل الناس فيه ولا يخرجون منه. عمر مركز سدى أي صحابة أقوار قبين حذيفة المجمان وإن صوم الرسول إنه يجري لما أسلم عمر كان الإسلام كالرجل المقبل. عمر مركو إسلامي إسلام كحوءها هر صوص عدى أقود له لا يزداد إلا قربا. مر والبو عمر وسين ولا ما خليف النقض أما هو إسلام كقصي باقي النقض إسلام كواسي تنادي واسي بلالي. فلما قتل عمر كان الإسلام كالرجل المدبر. عمر ما كل الدلي إسلام كواد بتشي دي وحون النقض ورسيد ننسى عرريوك الإسلام كي لا يزداد إلا بعدا أنسي فقانا يبدانتي سيات كسي ديمي وكاتك الله ذا هذا ضاد سيرد عمر هي عدالة دي اجتماعي هي قضيه هي إدارات كيس هي إسلام كون أكسنا كتاب كرب يقول وما ملا آثيرسه دبناء الله لقى المسلمين تما أنت تشوجا إسلام كم هي نيسد ما أركيسد بقن كي إسلام ما هي نيسد ما عم بعض ما أركيسا ما عم بعض أركيسا لا يزداد إلا بعدا سيرد بس يفقد صحابته النور بأوده ويقيبه كم من عينه يقص عضانه يمضكم مامولان على طريقة محمد وسيرة الشيخين. مركي خلافة أي عمر علي عثمان سكو صهري إلا يدع علي بعمك جليسا إن أمة المسلمين تكون مأموري على الكتاب والسنة وأنا أقبل أبوي وعلى سيرة الشيخين ما أود كروبي وعلى سيرة الشيخين سيدي عمر يا أبو بكر وما تكون مأمول هايين إن تكون مأمول شو مكو قاضي حلك مسلمين تا لبدا ما أودوه لكن على الكتاب والسنة أنت أنو أن كفها ما يأود إذا ها لكن تلا بدي أبو بكر الصديق عمر قاضي ترين قاض وسيدي أمد أم مأمول ما أودك أذوقنا ما أودك رتبور إليه بعضك وقال إليه عفو الله الله يا أن ما أود أذوقنا ما كري سيدبوري مرك وحى أنو أنا كري كري أن أذن أود كري أنا كشرط هاي يقول قلبي رواية وحى تلمام يسا على كلام فيها وذن ويب سقاني إن عثمان أوي أنا أكو قاضي هاي سيدبا أنا أم مسلمين تبدأ حيونا أقول نقول على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين من أود هدي من أود كرو طريقة أبو بكر وعمر بانكو قاضي يكو سعوني حذيفة مركز سيدة سكيري ما قد دنبوه الشهيد سيدنا عمر أيا الله شيخ مركز ما أبالي على كف من ضربت من ضربت بعد عمر وحد قد دنبوه دنك ولي وننك انتم مسلمين انتم الشهيدة قبطان بيع الله قالوا ننك دونها قبط عمر ما الشهيدة متى عمر لا أبالي على كف من ضربت بعد عمر أما علي هاللوديبة أما عثمان هاللوديبة أما سعيد ابن زيد هاللوديبة عدي دونها قبطه روح ضمهم بيعلق ليون دول الإسلام بيعكوا لي قيام بضم بقتي خمسة لهول ننكم المسلم يحلك قبل طبوا بيعلق لي وانس كاد دعاية محيي العمر وكله لمه لي من صومر يدنك وشيدا ابن عباس يا مال الحديث ورني وحور سمعت واحد غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر وكان أحبهم إلي صحابة وين بحديك إيه تبي سبوت تريي وحاكم إذا هذا العمر عمر بان رأوش على بكل قد ونكو يري سنة ضن يعني سؤال لقوا بها يكلها يري سنة كد عوائنا ويديو علي بن أبي طالب مالك عمر شهيدي ميت كيس سود الاستاغي وحور ما خلفت أحدا أحب إلي أنا لقى الله بمثل عمله منك إلهي بان قرر ارتمادا كتاقين بول عمرو أحدا كتش على هاي عمل كيسوك لإنا إلهي كل كلمه دقن كذي عمل كذي عبادة ذي وناء كذي أن كجوجا أحد لم تشربه أحد كذا بيو عمل كذي وقال له أن شعلة ما أنت أنا كذا لم تشربه هذا أن كجوج شعلة يوم الجمل مالك قرن إنسان في النادي يريده هو يدين يو رجل لسه عليه رحمرتين
مركي دقالك الوكلة فوت قاضي بوخط بل استاجي علي نبي طالب نمن بوحيس كأم من سنة علي سياسة جونية يطلب جونية يدردارن جونية أيوه هيا وهوش إمارة يمامل كيز نظام كإسلامك بنتي وين بكوري والله لم يعهد إلينا عهدا نأخذ به في الإمارة رسول كلاه وحب لنا يدردارن جونية ونجعت تجي يصير أن قص عنه سياسة قصة أبسن وجونية وثيقة مدرتوي ولكن شيء رأيناه خلافة يقابك مضى اللهم مولي واجتهاد يدلال أنه أن لن يمضون دينك إلهي كفاني فإن يكو صوابا فمن الله وإن يكو خطأا فمن قبل أنفسنا ثم استخلف أبو بكر فأقام واستقام ثم استخلف عمر فأقام واستقام حتى ضرب الدين بجيرانه ثم إن أقواما طلب الدنيا يعفو الله عمن يشاء ويعذب من يشاء خطبة يوم الجمل وشيذي وحيري دردارن قونا يقرال قونا يخطون نبغوا نوجه عليه أبو بكر خليفة النهضة وعمرها كحيقو وعثمانها كحيقو وعليها كحيقو تتكنا سيدا ييلا وسيدا ييلا وقونا وثيقة دستورية وحل إجداداء مشرين لكن أنك أقول طيادي كو اجتان الدين تأن الله وحي نلاقوا مناوان إدين شيئنا هدان حق أسيبنا وخير إلهي بأسكالي وكما هاتفن هدان قفننا الله النهضة لكن وحدو قاتان بوري مسلمين تو اشو دي حلقو ابو بكر باقبتي فاقام دينك بو استاجيو هاجاجي واستقام اسقن واتوس امدنا واتوس يا اسقن واتوس عمر باقبتي عمر هاكي سان ربينا فانتا وحكي رقم مسني وحوري فاقام واستقام دينك بو مد او هاجاجي او الى لي اسقن واتوس حتى ضرب الدين بجيرانه جيرانك وحال يدا وقلقنت النفك قيلا نيف قيل أمركم فريستو وعبار ورام صدق وعور نقصدق وملها في فيريو وهو شكل الدكتو مركز دمون نستا دقل كل الله ديا دول كل دقا وصيح دابا لقون تقول كل دقا نيف قيل سؤون نستو مركز دارين ودن باكب بحي ويسكو آدن تهاي هو شاسو صار نيف قيل أمركا يدا وصيح ريا انتو الدارين قبو وحاوي قرطو ساو تاقيا مركو دالو او اغا ميشن نبطا يغادو او لوكالا بحو او دبيش صوت على هوش وقابودو ايو دغل روكا دغريا مركي جيران كاسا ليدا مرور الدين تبا سيو رمزانيزي ايو سعودي يين نصطوى بس حطيب سو عبري سيدنا علي ودو جدا حتى ضرب الدين بجيرانه الى دين تلقنت دولك اي دغتي او سيحتي او نصتي او درن ودنبو كتغي اي عمر امه دينك ماملي قولي واجد دنبي دي مدن ماملينا وحلكان قبانينا الدنيا يدونه وحبنا واخربين الهي با كودون عفي كودون عذاب ايو كتغي عمر صحابه نن والبا طرف ضعيفه دون هنقدي يدن كودنا كسو جيده نن قابك لا اسكو وافقي بوا من سعود باندي بوغو لاباينا وعمر كسم روايه كسم روايه سيدي السبع وحتى اذا ولكي او شيدي او دنتي اذا عصان كجعل عمر بوري كان عمر اذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا عمر وحيري هضو ودن نو قاده وحي دنو هنقته ود خير بين نقن جرتي بوري جد بهضو نو قاده وان مادن جري وان كل غوليسن جري وكل بان جري إذا ذكر الصالحون فحي حلم بعمر بول هذه الصالحين يدون أكسن للشيء عمر لم بركوه هلا قدقوا فحي حلم بعمر هبل تصل حاجر أهل خير أهل خير بهذا طوق قادان لم بركوه قدقا عمر بولنشري إن إسلامه كان نصرا وإن إمارته كانت فتحا وأيم الله ما أعلم في الأرض شيئا إلا وقد وجد فقد عمر حتى العضاه بول أن عثمان سعود وحوري إلى إبان كودارتي إسلام كيسو مركو إسلام يقول بنوها مركو تلالا مسلمين تقبطينا فتحي فرشو نوها الله كودارتي أدونك كومو أوغبوري أحد أن دري من عمر جريديس جيدا هيدرتنا الله هكذا يقول قرعية كويا لمدينية كوفا كويا عمر ويتابين بروي وين عدالة ديس جيد يا آدمي يا حيوان يا ضمير يا دعاء منا إلا ظلمين موسى وقالي جيدها الدريمة يقول عمر جيدي سي
كحنون صديق الدريمية. وأيم الله إني لا أحسب بين عينه ملك يسدده ويرشده بري. الله قد أرتوى حان فيليا عمر لبي سنة برطن كوضا ملك با تاقنا وفريسان جري عمر هقاميو هقا واساقه هقامية سيدان يير سيدان يير كان كالي وكان سامي عمر هوشي سهول بن آدن يا بشر ويكبح سنايد بول وحان أم ملايين يا الله قد أرتوى عمر حتى الشيطان كعب سنجري انتو النولا انو وحب دعاء السمايو ان الشيطان لا يفرق منه ان يحدث في الاسلام حدثا فيرده عليه عمر شيطان حتى كعب سنجري بان فيلا يا بوري انو حمان يدلم انتو سمايو دقن حمية بدعو عمر وهوشا انتو كبقدو ورديو والشيطان عمر اسقبتها شيطان كعب سنجري وكسد داري عبد لبز عوري وايم الله لو اعلم كلبا يحب عمر لاحببته بوري إلهي بان قد أرتي أي عمر جعلتان ركب الله جعلاني أي كان جعلاني ماشي لك يعني روح تدعي أحد المسلمين تيقانين بعمرها عبد الله المسعود يا صحابة كمذا مركة وبك خلافة وأمك عافي عمر ويرقون سيدين وحيدهن عمر وننقل في سنة إبر نقدقا أبا بكرو آخر مكا تكتو إلهي بان يكوي دين تونا عمر مرهد النودبت ninka soo nabiga taagan ugu qama nabiga taagan ugu qamaamay maalinku u shan noo qabto xunoo soo reebayaa bay dhe saaba sida ku doodo kamidaha ay ninka loo jiray Cali oo kamidaha Uthman oo kamidaha afwan Cabdirahmaan Cufu kamidaha Uthman soo kuma jiray rag dhowr ah oo shaqaalay Saad ibn Qas ba kaalay Saad ibn Zayd ba kaalay oo Abu Bakar kula taliyay oo yiri ama cid kale Abu Ubaydi iyo ka dhig Umar hadan doon dhibto soo ninka nabiga oo taagan ugu qamaamay gargarirahay ma maalinku u shaqabto waa dhamaanayna ana aclamukum billahi wa min umar bukuul Abu Bakar alle iyo umar ba ana idinka aqaana ilaahay markaan u tagana anaga ilaahay ugu cabsiin maysaan ilaahay idinka xigee waxaan dhihi allow ummadaadi waxaan u dhiibay ninka ugu khayr badnaa ahlkaada ninka ugu khayr badnaa baan kaga soo tagay saxaabadu waagid waxay ogaadeen inuu Umar ahad al-booga fiican yahay Abu Bakarna kullu ka aqli badna kana cilmi badna Umarna uu yahay ahadka ugu munaasabnaa hawsha ayada nabiguna horan ba tilmaamay Abdullah wuxuu yiri hadaan arki laa ilaahay baan ku dhaartay ay hadaan arkay Umar jicil aygaan jiclaanaya maxay Umar waa ahad wal-booga jiclaado oo khayr badan maalin maalmaha kamida ayaa geeridi walaalkii loo soo sheegay Ibn Mas'ud Abdullah Mas'ud ibn walaalkii oo muhaajir ah oo la soo islaamay oo la soo hijrooday oo la qariibay oo waa ku fa loo diray la socod meel boo gacan yar oo ah walaalkii aduu jiclaa baa geeridi loo soo sheegay markaas uu ooyay markaas Ali Maxalla ilmaynaysa wuxuu ruu waa akhi wa saahibi ma'a rasuulillah wa walaalkii wa saahibki iyo rafiqiga Nabi Maxamed markaan la socod ila socon jiray وأحب الناس إلي بوري ضدك أدونك ما أنت كنو ننك أرغو جعلا وننك وعالك يا إلا ما كان من عمر بن الخطاب بوري عمر موييني أحد من آدون كجعلا مجرور بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولالكي أوله جروري أوله قريبي وقعن يروها وقريس وكأل ميني يا ولا ويدي وحور عمر بن كجعلا يعني ضدك الضاعة ولالكو دي هو يوذي آبوض وحلقي بني كجعلا دان أحد كمسلمين توحتري وحكو أولك هو الدين كذو إلى اللي الدفاعية أحد كاس بيأركي إنه أغخير بدن يا دنوا المسلمين مركب محبة وكه الله يو ومحبة اختيارية لعمر مد ولا الكينة إن محبة غريزية طبيعية طالعي كرتون كأقوى أم أيمن بعمر كهذا شو أم أيمن حاضنة رسول الله قبل النبي قصوا حنا رئيس سوكر زي إذكرنا إسحاق النبي قب وقنشري مركو جاني سهلبا أبو بكر وعمر رب وقنشري مركو عمر دنتي با غريس لو شيغ لا ديلي عمر ما دنتها ما لا ديلي اليوم وهل الاسلام بيجري اليوم وهل الاسلام اسلامكم ما انتو نغلاده او دبعي او دلو بيجري اسلامكم ما انتو ضعيفاي بيجري وهم با كدعي يا وهي وا نغلاده اسلامكم وا دخليستي وا دمي هلكاس لا استاغت عائشة لو يدي عمر وعيد إذا ذكر الصالحون فحي على ابن عمر مركي إنه لو كي كعري سنة مكو صوب على قعب سنة يا دو عيلة ذا هدي صالح يوناك الله شيكو عمر هلا شيكو وعيد تيجي نبي محمد باقر عليه الصلاة والسلام
آبه أبو بكر وحاقب الصدي وحدي بورها يقويها وكل علها ودمن لها لهذا والهيض عند العرب وكسر العظم بعد جبره ومتك أغض درنوي وحيث الآبه وحاقب عي أو قبصته هول هدي قويها وين دش الله قصار بربر لها لفت مركي كبان تدب دم بهذا يقشب طوام مركو أجحن مركو في عن تي يدور بك كبان تا هدي انتي لوكو كبادنا اي شابتو وكسر يقول لي تو دب دم ينعو كبان تا ما يسقبصتو دب دم بالغ لكل ماي محاجرة نفاق بعرف الله بحسن كتاري عرب بهر الدودي الدون كل ما عين ونقضي وحاجر آباه وحل بمسلمين تسكو قبطان إريسان مرجرو حق نقنجرو ونوقو ليسنجرو ثم استخلف عمر عمر باخليف لقردقي فأقام واستقام حتى ضرب الدين بجيرانه عايشة كسو سيدة يا دكور يدي علي وزوي يدي انتو كأين مريسا نبقى آل كيزوردن كوي لدى شيء يكو دحيب واسكو رعايا إلى أودين تو دجال كارلو كديكتي أودين تو دناها كلعبتي أو إسراع ضي أيو مضمس منوها وحيث العايش ورنجتي من عرف عمر علم أنه خلق غناء للإسلام كان والله أحوذيا نسيج وحده قد أعد للأمور أقرانها بجري توصيف كاتل ما أنت عايش عمر كبحسي أحد كبحي والواي ويتقانها دي تينبي قال لك اكتب أكتشوكي كدي من وين مضطي رؤية تمصنا إلا النورين وحيث عمر نينك يقان ما نقول نيقى دابج عمر أحد كي يقان وحوق قرم بيت عمر إن لوبا أبور إسلام كانوا واحترابا نين إسلاميات بوها نين إسلام ديميات بوها سوالا نينك حوم حيدا ونين الدنيوها وذاتك في عنا معيدا نين آخروها بيدا عمر نين الدنيا نين آخرابا واها الدنيا وحنو جيدنا ما ملكي هذا سياسة الدنيا بالدين إن الدنيا لأن دين تلقون معامله طريق النبي كان لقاده وحيث الإله بأن كل أرته كان أحوذيا والأحوذي عند العرب وامحي وننك أتاقنا وحنشيرا شيء والبنى سيديا وقبطه والمشمر في الأمور القاهر لها بالليل هذا الذي لا يشد عنه شيء ننك حقوصا دافين هول بسيطة وقبنا هول قدمها أي أحوذك اللي ذا أحوذه زعل الآخرين وأسكم مت وحيث النسيج وحده كل يجيبوها كل يجيب مثل السميبة عمر نسيج وحده نسيج الوحده وحله نين كان أن الله وحشبها أمام متلا أما الله مبدعة أما الله قم مساله أما الله قرب لكم من أن الله بنسيج وحده اللي ذا يعني ورشد عمر سمي سوي شبطيوي دبد ما الله أركي ما يوحل مبدعة أبو طلحة الأنساري بأصغونا كشيكي وحيري ما أهل حاضر ولا باد إلا وقد دخل عليهم نقص بعد موت عمر بور ريمي إيرهم مغالبا عمر جيريديسي ويتابعون ويأذين بور تابعينتو وحيوي عمر كيرا هذا وحكسوا قالينا مصروق من الأجدع تابعي قيمة بنا وحول حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة عمر يا أبو بكر إن أتشعلاته والقيمه هذه قايوه غبراته سنة ذي كمتة دين تي كمتة وقيم دين تينا كمتة محارب الدثار تابعي قيامة بنا سوحوري بغضو أبو بكر وعمر النفاق أبو بكر وعمر إن لنا عباده أما الله ربصده ومرافق نمو محمد سيرين أبو بكر سنة تابعي قيامة بنا سوحوري ما أظن رجلا ينتقص أبو بكر وعمر يحب النبي صلى الله عليه وسلم مهم جدا وقضية دائرة وحولي أحد قرصنا يا أبو بكر يا عمر ما في لها نبقى إنه جعليه متى يسمى أبو بكر يا عمر بعد قرصنا وحكي الشيقي نبقى نوان جعلها اسمك يا نسوري ننكي عمر يا أبو بكر جعل بان نبقى جعل ننكي لبوضا نعب بان نبقى نعب ننكي نبقى جعل أبو بكر يا عمر وإنه جعل ما كان هاري كرا وحرتيسي والله ماذا قرب وأن منك سجارة وتربية وأن منك مسلمين تكون أمينة كجت تجي هذا أيق حمادان معلن كذبة حماوي ما تم زما معلن كذبة حوية هينا أردت يزاح حوي
dhudana muxuu yidhi madan waa ku celceliyaa ku daasheeri arday waliba macallinkiisa meelun buu oga ekaaday yani labadii arday ee khaaska ee jaamacadda nabiga ka baxday haday xumaadeen nabiga ruuxu xun yahay wey nabiga xunibki ka aqbaxana ma astaahilo adduunka inuu ku noolada aakharaan naar buu ku waaraya aakharaan naar buu ku waaraya adduunka inuu ku noolada ma astaahilo hawsha aad u fahan waa hawsha nisirin ka hadlayo ما في الهي بوري ترمي ذلك مرتين في جامعه بسند حسن ما أظن رجلا ينتقص أبا بكر وعمر يحب النبي صلى الله عليه وسلم مجاهد بن جبر أصغي حولي وحانو كشي كي سنجر هدان تابعين هاي أن شياطين كانت مصفدة في زمن عمر رضي الله تعالى عنه هذا سميدا مقال حديث ورنا يسي بشر رمضان وحالة سلسلة ذي الله حلحلاه أبان دولياشي قبل ياشي شياطين كو يركب دكو ياشي اللي سيدايا وحولو حان كشي كي سنجري عمر انتو النوالا وحاحرنا شياطين توين والله حرحري شياطين يرو سكرا هذا واللي عب صغيرة يا ميلها ورد هايو قاشد الشي نمنك ووين واحنا يبان كشي كي سنجري أبو جعفر الباقر جعفر الصادق كل وحول انجري من لم يعرف فضل أبي بكر وعمر فقد جهل السنة نين كان قرانين أبو بكر وعمر فضي وضا سنة ما يقان نين كبر النقضة أبو بكر وعمرنا نبي محمد بكبر النقضة نين كبر النقضة أبو بكر وعمر خش يقا خوحان خيرا هنا بريبا كان هاي مالك ابن أنس وذكرنا إسان أصغر وحوري كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن سلفكو عرضتو دي أولادو دي هاوينكو دا وحي بري جرين شعيلك عمر يا أبو بكر سيدا يوبرا المسلمين تا سورة قرآن الله بروك لك بري جرين حسن البسر يسوي حول حب أبي بكر وعمر وفريضة أبو بكر وعمر إلا الشعلا هذا وفريضة من الفرائض ما أصنه وحنوقد بيننا وحكت الماما إنها سياسة دي عمر ومضى وكم مامولي سياسة يقواعد يسوء الدجية كتابك سنة وكفهمي يا طريق الرسول عليه الصلاة والسلام ومضى رمى هذه السي بنو حكت المامين محاية لي عبد الله بن مسعود حورنجري ضد كم مخلوقات كقرآن كالغوش أنو كور قمنو صدح بأوفر الديراء صدح بأوفر الديراء labu soo sheegay quraanka la idin ku sheegay mid ka saddexda Abu Bakar Bahab Abu Bakar Malik iyo Umar intu saa u fiiri muslimiinta dhax qaaday ilaa uu la tashaday Abu Bakar ma ku xanuunsan marlay muslimiintu la tashaday wuu isku yeeray ansar buu la tashaday muhaajiriin buu la tashaday khawaasti buu yeeray ashal mubashiri wixii ka joogay buu yeeray Malik ka midna ka joogay maxan sameeyaa riyaal khilaafad u dhiiba waxa loo batay Umar u dhiib عمر ودي بالوبط كذب عثمان بويا القرب وراض وأجيري بسم الله الرحمن الرحيم وسيدي صدام يستنب بقر كذب موري يسيب صار خطمي عمر أو بكر يرينا يا وراغ دردارا كايد يا مجا عابد يحلك عمر يرينا يا يحرون كنت كسيد عليه بس يدور صامي ونقولي أن عمر سوق قارين ومجا عاب دردارا كيف هو ذي وحان إذا كجت جاي أن أشو ديبي on codsanaya inaad adeecdaan u hoggaansantaan hebel hebel ma ku dhigaa ayuu dhacay muddu suuxsana uu soo miirsaday qandhada ka jabisay uu soo fadhiistay intuu suuxsana Uthman ninku rab uu iska garanayay wuxuu ku sii qoray meesha wuxuu ku qoray Umar Khattab ibn Nawfal adaw uu ku qoray Abu Bakar ma ku soo miirsaday wuxuu yiri dardaar yahay xageen marinay halka maxaad qortay wuu yiri Umar oo Umar aanu kuma sheegiri إن الصوت ما قرنا يقول سيف عم بعد يشيب أحد كلامنا كله واقع وإن لا تشهد وايد ويدي السجى إذا ما هين أشهد يقام بيس صاص وقدر دار ماي أبو بكر مر في رديس وعمر إلهي كو إلهامية وتصي في ركق قيمة بني المتشر يدور شك قيمة بني خذ بدو الرئيسية أبو بكر مر كخليفة لقد جاي ومسلم تؤجي دي عمر وافر دي maalinku dhimanaya dardaarankiisina uu fadhiyay labadaba raad bay ku reebeen ila Umar uu ka xanuunsaday uu yiri wadada aad qaada Abu Bakar ruux qaadi kara ma jiro ninka isku dayana wala dhib iyo shidaad kaga tagtay buu
وان تلمامين خطبتي سيوا خطبة عام وصحيحة أهل السير وريان مساند أنا كنت من أيضا مساند صحيح مركي المسلمين الله مقعابي أو خلافتي لما قلقوا إجماعي أو بيعادة لماتي أو تذيروا حقوقهم يردي دنا أيونا خدك سوق له وكي خطبه جمعة كحكتي أيها الناس إني قد وليت عليكم أمركم هذا ولست بخيركم بول مسلمين تلذي النبى اللي يديبي نك إذا كون أكسن ما يهبل وتواضع نك هو أنا سوي بالجماعة والسبهد وجبني ما كيريس حواض أفتئيه وحيق الله شو ماشي مثال ضد أهل الدنيا وأهل الخير وأهل الله وي فإن أحسنت هدان وناك سميون سفي عني سيد النبي محمد يكون مامله فاعلوني يكلمي يقرب يستاقوا إبالة إذا ما يسترى وإن زغت أو زغت هدان لحظون وضد كبيرانا فقوموني إتوسيبوا لأن عدالة دي كبيرون سيد الرواء كبير إتوسي يقرب يستاقوا دولة يا إلى شدة يا إتوسي مسلمين تبلو شدة بلشدوا إن نظام كذا أي إلى شطية الدولة دي ذا وحنا أي كقبط وحصلنا أي كبر بيستقط حمانة ضيلت ما دوي كري وينا وين السيف ولا تقط دولة ولا ردي لأنه الدولة هو وسيلة وهي مقصود معها سيد الضمالة زمان الضبالة ذا مقصود هم مودنا ورد حرمه ويوحي قرن هيا المجر دولة وأذيك ووصيله وقاطه وحلقوا عنها وكب ميل لقوا جارها وكرن أفقى لقوا ترن هايوهي ننك مسؤول كي الدولة ده مقصودك وإن كتابك إلهي لقوا رقمه ومدى عداء لقوا مامولو دينك أوشقيه تدقى يوانا لها هذا أديك قاسة نوق قبانا يساعدو أديك هداد قبان ويدو معنى ده كوكو فلينا إنسان سيدي تيشافك كوكو ترنو يعني رصد بينك كوكو تورينا وين الفانتان بالربا بين كاسه لو قوتوره يقول دمات حي قبان ويدو جددي تيبو شيغيا هدي ان خيرك كو هاغاغان اي غرب استاغا هدان كب يغ سو عليا سو دبالا و خي ورو سو لا سوداد دولد وحافيه بين وحافيه خيانه اسكا الهاليه نعم ليال هنقن رونتا شيغا غوبنيدا هكا تگن الصدق امانه رونتا الا شيغو واجب دينيد بوري ومسؤولي أمانة الذين كرهوا المسلمين رنت إيشيغا إن إنها حقنها فورسنينا أبو بكر وهدي وضفي عنطي إن جوجية رنت إتابسية الصدق أمانة والكذب خيانة بينتنا ونقر دينك لغاقليه وضلك لغاقليه وضدك لغاقليه أكيس الكيس وحوله والتقي ضدك متك وعقل بضان وانك إلهي كعب صدا وأنوك النوك الفجور التقى طهرا أن كذبنا كرادوا إيا عقل وحقونا سنع الله كعبسي دبالي ويدقونا من حقول لي تبوري إلهي حرق سلقه يفاجر نماء تقول هذا والضعيف فيكم القوية القوي عندي حتى أخذ الحق له وحولي إنك طاقت دران إيا أكتين كتاك دران يتبرت أكتين قوي بكي هاي إلى حق سنصو قاضة مثل قوي قانا أكتين ضعيف بكي إلى حق الأولى أنقصوا صاروا دين تسلسة كسو عنا إساء كذب وحول لا يدعو قوم من الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بذل قل يا كما تقان جهادي هل كان كما تقان أو كما قاسران إلا دل ويدلوبان الدون كنا واسدان نكد دقالهم ودلوبية قال يا إسلام بني كان استفاعين إن حق سئل عشانين إن عدو يعس كدهين إن هرطدي سائل كسك قبانين ودلوبية قبائل كسوم نينك قويس كان ريالك كلا يعس كدهين دل مجيس عيل كسال لدوغة بيرتسنا والله قادنا إياه حيوان كان أدركتين كان جيسها الله بحن حصر بالله قفر حالنا يا الدون كورن باس يا بين الذين شيء إن ضطي إلا ظلم الله ما أقوله لكن الحق هذا دفاعات ومسألة فطرية يعني يرهد أقول كسو حدو مالك بحي سيان هو يسمى مرد أنه يقال أبحي سا هذا يكسو هذه مخلوقات إلهي غريزة سجلية إلهي ازدفاع عن ظلم كان الديدار سحابي يقول له يا قوم حديث يقول عضاي هذا يقوم جهاد كاتكا ويدل له بان هذا الزنا دي فاحشه كوب بلاطنا الهي با بلايا كو عامل بلايا كسي داي اباري يقول قلتوين كذب حول اطيعوني ما اطعت الله ورسوله فاذا عصيت الله ورسوله
فلا طاعه لي عليكم وقوموا الى صلاتكم. خذوا وطأ ابو بكر اذا كنتم احنا رجيزين ايزان عمل شيء ما يدوس كام ساي يا ضيعه انت الهي ضيعه يا ابو الرسول كيس انت الهي الرسول كيس قرب تاغين دبا سوده دبا سوده اي هو كان زمان هذا كان له وضد الرسول كي امرك الهينا فلا طاعه لي عليكم وحدا عاون دون كلها يو حقو دون كلها مدحوين اديمي اردال مشرف وديان ايوي صلاه دو يستغوا تكذب قوم الى صلاه خذ بدي سوتا روايه يرير وخدر درواج لك خذ بعد وقابر انت سيهاي خطبه عمر وا فديون اركا سيده كل اسغنا اورن دونا marka la magacaabo waxa ka daran laakiin nu qudar darmay abu bakar ya wuxuu yiri qud dardaran ku daray wuxuu yiri saxaabada maqatina uu ka dhigay wuxuu yiri intaanan khaliifka muslimiinta noqonin in madaxweynaha laga dhigin hantida aan laha soo garanaysan aha wixii ku soo kordhay taa fiirsan hantideeda baadhaan khaliifka iga dambeeyaha lagu wareejiyo حولي أبو بكر لا هانجري أنت أنا مدحون لا قدقين أيا الله باري ولا يقانا كوي أنتو خليفك مدحون أنا غلبي سنة وهاوا الله فيري وحالي هالي رتي وبيركو ورابسن شري يا أدون مدو وعروت وقاجري بسال هالي عايشة كشكيس عايشة كشك حيد أبا وضي أدون مدو النوبية والرسو دانا وعرضت أقاجة أبو بكر رتي قوارة وبرت وكب ورابسن جريب على هالي لا بد وحلو ورتشي من حويني كدم بيو أه عمر عمر بهو شاك حمص صدام برك كلمة كيلي أبو بكر هذا كسح انظروا ماذا زاد في مالي منذ دخلت في الإمارة فابعثوا به إلى الخليفة بعدي عاش وحيت فنظرنا فإذا عبد النوبي كان يحمل سبيانه وإذا ناضح كان يسقي بستانا له فبعثنا بهما إلى عمر فبكى عمر عمر بقى ارتقى ورا الله وضع معوها انتم مدحوينها مسلمين تاها أبو بكر حوليه سويح كسو قرنيه وهي قدون كان معوها وحوليها أبو بكر ويح كسو قرنيه وقدون مدو عرض أقاضى عاوية فبكى عمر عمر وقوي وحلقوا وهي ويدي كوانا ما أنت وحي حلك أرادنا يان وإذن بابئنا يان إني إذا كحول قوستان إذا رعان إذا خيامان قوية إذا كدستان نيروب هذا يارد سهايا وإستيد ريال إستيد كارد سهايا مي شيء كرتان وقت قعب ستان وقت قعب ستان وقت قعب سهايا وحور أبو بكر عمر وحيري رحمة الله على أبي بكر لقد أتعب من بعده تعبا شديدا بور أبو بكر الله أنه حريستي تذكي كدن بي أبو بكر أبو رفادي بور وإنت أنا مدحوينا أنت أنت في رسان وحي كسو كرده لقو رجيو مدحوينا هي قدن بي حلو رجيو الله قدره يا سبين كرا نين إلهي كعب سنية الله الرسول يقان آخر أتلا لديها هي حق الناس هي حق الله كلا يقان هي حق إيسا idinku na iga tiro igu tirweeye hawshan waxa loo ordaysan 3 milyan oo dollar buu nin bixinayaa suu kursi ugu fariisto 20 milyan dollar buu bixinayaa suu kursi u helo xagee u socdaa waxaanu hantii muxuu bixiraya wax ka badan inuu ku helo wax ka badan meesha ganacsi baa ka socda dawladda iyo islaam iyo nidaam ma jiree meesha wala kala xogsan haya wala kala xogsan haya daacadni mid aasida waa waxay hadda gaalada sameeyaan sumay gaaladii baad siirada Abu Bakar iyo Umar bay qaateen way ka faa'iideysan warkay bay wadaan siir cadaaladeed oo laga tusaale qaata gaalama laha taariikhdi buu akhri ijraam iyo digidaata iyo dulm iyo zino iyo khamr iyo burdoodan iyo doofarnimo way taariikhdoodu akhri taariikh cadaalad ku saleysan iyo siyaasad iyo nidaam fadhiya وحقوق الخلق هذا يدك لك غدا دوا مسلمين تا وسيرة أبو بكر وعمر وي نول با هذا حوري سال فيرنا أكون ندي سوا حويا هذا واحد قصو كرد حساب حلم على هو قاد كذبنا الله قشوا هيا سيرة عمر أز أبو بكر سمي واتي صحابة أيدين عمر وكرد رقمي نول بو حلو ديبو مركو الدير هاي
wuxuu xisaabiyay xoriisa meelba ku qortaa fayl buu dhiganayaa. Hadhow markuu soo noqdo ninka ama xilka uu ka tago ama uu laga casilo, iyo haddana la xisaabtamaya, hal xabad uu ku soo kordho wuxuu geynayaa bankiga muslimiinta ku wareejinaya. Abu Hurairah wuxuu la dhigay Cumar dhowr sano meel ka ahaa gubernatore, waagi dambuu yimid, wuxuu xisaabiyey farda badan iyo dhowr addoommo iyo adhi iyo xogu lacagu ku arkay horaan uusan lahaan jirin. Wuxuu yidhi yaa caduw allaahi وعدو نفسي وعمر وركيس يا عدو الله وعدو نفسي حولان سو رجي بنكي كامبول ابو هريره مخراتي البو كيني فردهن ان فرس اسوغ اول هاي ترنكود او يح وها حبو سو كسو درين ادومهنا ان نيمي صاحبيهين ديرو كلها او سيي ميد ولبا ميل بو صار مخراتي البو صحابو كان مخراتي الكا ما يوري وكمردو كلي بنقول كحري يا عدو الله وعدو نفسه وعدو كتابه برؤاد وقاردنا قصديس إن شاء الله تعالى. مرك عمر هل كاس الله مري بقولين مرك دمحول حلت بقوق وان ماي بس مر بعدين عدو الله وعدو الرسول وعدو كتابه أراه حلت بقوق من عمر ومتشره عمر هوش يوم كده بدي بتي وارق وطبق عليه هوش بقولين روح شيء يقعدي بس وحول حراد ونكون عليا ما قال هبلنا والي غوبرناتور اي نقو والله انا كاغه نقو نيمبو برنا حدا وحاي هيستا يا عدو الله وعدو نفسي ما قلي كرول واجد مخو كدري قولي الله تليه لا جوغا اي اسو ولا تشدو كدر. المهم سيرداس ايو سيدنا عمر كسو كوري اركي جيري نبينا كا اركاي صاحبكينا كا اركاي قواعد بمرك لها سيدنا عمر وحكم مامولو وحو امن قاعده كوبات oo rasuulkan uu ka arkay saaxiibkii as-siddiiqna uu ka arkay wixii adigu aad samaysay ummaduna sameyn annaasu ala diini mulukihi taliska iyo maamulka iyo madaxdu waxay ku dhaqmaan iyo bulshaduna ku haadaaqdaa. Waxa dhan soomaalidu wuxuu waayeel ku haasaawo dhallaanka ku haadaaqa suma taqaanaa waayeelku wuxuu ku haasaawo dhallaanka ku haadaaqa madaxdu iyo talasku waxay sameeyaan iyo qaabka diinka ugu dhaqmaan ama ugu tuntaan iyo bulshaduna iyo ugu dhaqmaysaa wuu ogaa go'aan wuxuu go'aansaday marka asoo horaan ba ilaahin ilaahay suubiyay ahaa inuusan marnaba khaldamin shariicada uusan ka baynin dadku cadaalad uu ku dhaqmo daacad uu ahaado intuu kari karo. Kadib khudbooyinkiisii waku la magacaabay khaliifa la dhig waxaa ka mid ahaa inuu yidhi اعلموا أيها الناس إنه لا يزال الناس مستقيمين ما استقامت لهم أئمتهم وهداتهم. والله الله ينفتيسا والله الله يا غوبرناتورياشي سراكيشي هجامياشي نين والبوحيل هيب والله الله يا حول المسلمين وعقادة ضدكو ويتوصنانا يانو الدين تيكو هقاقا يان أهل خير بيهانا يان انت مضحظوا يتلسكو توسيا قاعدة بواقدة منقو تحديد مرفوعا ماها وأثر عن بعض السلف الناس على دين ملوكهم ضدكو وحيكون رقمانو يقاتان دولو دي نظام طلس كوضو وحصمائيو حلق ربنا ومي نم وضي مدحويناها أيها القرآن كو هذا آخر يجري ضدكو دون قرآن كي برتين نين أيها كميدا وحقوة الله قولي أعلم لسي نور إبيرو ضدكو دم بيرو دول بالغواش مدبا وحقوة الله قور كيو أضومها سريوين كي إلا أرسوده ني والله من قال قبطها بالله قال جري هل بان قبل الله ما شيخ صنبا أفر بالله باش الله قبل الله بأي صدح ني والله وحو مدح تاليس كام بالله في رنية ما استقامت لهم أئمة مهوداته انت إذنك أتوسنتين بيدك توسنانا يا عمر وحور انت أذوك توسنت من مدك توسيسا أو بكر باوغوه الرئي قبل ريباني أحمد سيد مركي ويديسي أي كتري ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية. أبو بكر محوري بقاؤكم عليه ما استقامت لكم أئمتهم في صحيح البخاري والقرنيسة قبر يا وحيد جري صحابية ده أما يا مخضرة ما هي يا وحيد جري أبو بكر دينتا وناكسا يا نبضا يا خير كان يا توحيد كان يا نظام كان صوصا يا عدالة إن انت لك بان قصي رقم إنه هاي سنة إنا
وحو يري أبو بكر ما هو بربرين با أنت تلسكينو يدولدينو إذين في عنتاي بدين ترى كل رقميسان. ولذلك قوله إسلاميين تها إيه تركيزية أود بنسكو جي إن مسلمين تنظام كذا سياسي على صحه أول هجاتيو وأود أبنا لقبحي حكمك الحكم حكم الناس بالدين نظام الله صحه أنت لقمة شغولها هي فرد هلا إصلاحيه كدمنا شعب الله إصلاحيه أسرة هلا إصلاحيه مجتمع وحبك مجران وحم مجتمع هجاجة ملا وحم مجتمع هجاجة يمتشرو إلهو هجاجو ماذا حكوري الصحابة أبو بكر وعمر وحكوليهن نظام كي يطلسكوا وضنه وكاله وضنه هدو حنون صدو شركوا ودماتي قلبك هدو دنتو شركوا ودماني نظام كي نغا حلاب قالوا هدا وحكا فسق بدن أو كحن أو كليتا أو ودمي الرأس كنولوي بالفدود بن آدم ما آخرية طريقة فيري رقم كوضع وحي الزمين أيان نحريست باكتك تي مسكين ميل فردي شيلم كل حين ما هي نفط ذي بكو عذابا عذاب الدنيا كي أخ أنت لك مدة الدنيا كجرا لكن وحام ما مولا نمن دعوة أنت بدن دل كذو وح نقضه دت كذو أي وحلان نول هذا يجوا النظيف أي حلك كده جان وح وح أقول قال هذا رأي يربي رجل بيت كقول دقن ما لحظة أقول دقن أو يقان عدو قدو يقان عدو قدو أيه وايدين كم هذا حكوس قصنا بيشوف ليه ويقان عدو قدو يقان صاحب كتب يقان وحب لشيوط ويقان ويقرنية أي يقول لكن وأضطك ضطك وقطة مرسوم ويش بالشدود شعب كودو ضط كده ما لكن إذا كشعب في عنب اللي ذهين وده دا سأقدر ريبة هي إذا كعاورن صاد هي أسرة باب في عن ومجتمع باب في عن أو يا شعب كباب في عن أو وحول باب في عن لكن وحيد كفن دوبي ما ذا حد وحيد هلاك مجرو حمق بسن كرتات ما ذا إلى وإذا هلاك ترد إذا هلاك توح إذا سبحان يا مجرو حق النظام كسياسي الدولة يأدون كل حساب تنكيسة ينا مستقبل سيجر تنبان كالله قضية داس مركة سيدنا عمر يا أبو بكر بأيس سوغين أيو مركة عمر قاعدة كاركتي نين والبو مركة أساق كو نين قعان يروء نين قبرناطورة نين لطالية نين أبان دولة نين قاضية نين مفتية نين معل نين والبو حكر ربي وحي المسلمين طواي هبا يراده إنو التوصو هذو حقوق كأركينه سر 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 سريني وعز حلقه كقاديشري وحاكم إذا مركو أبو موسى الأشعري أودي بي بصراء ويد أمير كنقو أودري ضمبالك أودري دقيسته وحقوقي لي فإن القوة في العمل ألا تؤخر عمل يوم إلى غد وحور الشقاء المسلمين الله هاي سكو وحكاء إن أض هوش ما أنت بريء أودي بدين هاوش ما أنت كوتا على قابو بريبا نقابان دونا جوج غدا مرد ماتو بريئ بريد مرد ماتو فإنكم إذا فعلتم ذلك تداركت عليكم الأعمال فلم تدروا بأيها تأخذون فأضعتم أمر المسلمين بكروري هذا ديبو ديكتر شقوين كبا يسير قاري هاوش با استولفولي لكبا ينقوني مركض دمو حتكوه ريريسا تتكب اللوضاء متن مساتن تيدق ما تقبطان كد ابن وحا ضيعيسان او بايلهينيسان هوشي مسلمين تي اديق مسلمين وحول هذا وشيغ وان العمال مؤديه الى الامير ما ادى الامير الى الله سبحانه وتعالى هذه القاعده وحد كل اوغاتان بوري ددك ان لا شقي يا شقاله ايدينا اي مسلمين تو اديقيا وحي ايدين كينيان هوش ايدين كو قبانيان سدا ايدين كو الهي هوش او قبطان أدوك إسال إلهي دعاد وقوطهاي إذ إلهي عابدو دعا الله وقعب ستو بي شعب كادونا كولا نقمها يا واعلم أن العمال مؤدية إلى الأمير ما أدى الأمير إلى الله سبحانه وتعالى فإذا رتع الأمير رتعوا أميركو هدو حاران تسكتاقوا من الحوينو شعب كنا ويداقها يا هدو يخمرض أصوكوا فوضوا والله ولا فوضي هذه الزلدي حمانتي بختي عدالة دردي يا حشدي يا فق يا قبيالد لقوم وسوقكم مشغول ومدركم مشغول ليس هل كاسو لمري
كدب وحو أخري مسلمين تسياسة يبلشدي سقاب كأمامولي وحو يري نوالبو مسلمين تحلو قبانايا شان شايبا لقرر بابور نوالبو حلو ديبو أما إلا شقيريا أما أنوغو أنك مدهاي شان وينو إلاليو كو هانتدا ماشي لغا كيني يقابك الله أروريني يماشي كوبا حيسو وإن لا ترفع ترابوروز سيدا عاد الله شقيه daqalo ka bilaabay daqalo wax adduun maanta korogmanayo wax waxba u hagaagi lahayd ay way wax wadaad uu ku fashilmeen caamada uu ku fashilantay culimadu ku nin walba uu ku fashilmay weysada idin kaga jabtay umar wuxuu ruu qodobka koobaad daqaalaha meesha laga keenin qaabka loo ururin cida laga ururin sida loo maamuli meesha la dhigo waa qodob indhaha kala qaada saas u kulay qodobka labaad bulshada dadku ummadan in la xurmeeyo la qadariyo xaqooda la iska ilaayo waal muhaajirun wa abnaahum ugaada dadku ma sinno aalu bayti rasuulullaah iyo caama dhaga waaweyn ma sinno muhaajiriin iyo ansaar ma sinno ansaar iyo muhaajir oo socday bulsho kale isku mid ma ah ardayda nabi maxamed iyo ahalkiisa iyo dad kale ma sinno qad jacala allahu likulli shay'in qadara wama minna ila lahu maqamun maqamun macluum وحور المهاجرين أنصار إشين وين اللي جرت لقى ورقبه أن لجحد قدمن حق الله يسكر دوره وواقيب عروس مهمة الله دبرنا بروشة المسلمين تا متك صدحات وحور وأنصار يضد كودي الأنصار وأهل كنّا محمد ورقي سودوي ومش وسجرودي ونمك النف يمال دعاني ليك من نبي أقوري وأنا يون حق الله إلالي أفر وحوري عرب تدمير كدجان أما مقالين كدجان الدنيا ضاد ثن وأصل المسلم بور ومادتي وجرم لب هاي وأكيد إنه يلا وين حق الله إلالي ماشان وحقو هردمون رمقال أو رميجي ضل جمالها بيرلي ده أو أيه وطلا عن شورتهم بالله قال بود بالقول الله فبحين عمر ما قالوا العرب وإلا قال رميج عربي فإنهم أصل الإسلام islaamku meesho ka soo askumay weeye waa nimanka maadada ay u gurmada hadii qoraan ka dhamaanaynin walba wiil cusub orday uu kaaga imanayo soo hijrooday diinta baranaya nin fiican noqonaya nin walba meesho deganaa ha lagu ilaaliyo ha lagu dhaqaaleeyo ha laga warqabo zakada laga qaado iyaga ha lagu celiyo buqtadooda ha la ogaado midda shanaad wuxuu yiri ahlu dhimma muslimiinta marku dhameeyay dadka gaalada ee ugu dhaxnool ee jisada bixiya xaqooda la iska ilaaliyo yaa lagu xad gudbay faqiirkooda ha loo gaado wax wal martidooda cadaw ku soo xad gudba sida muslimiinta loo ilaaliyo shanta qaacid dadkii buu shanta ugu qaybi nin walba uu sheegay jiray sharci jiray wuxuu la dheeraa intaas oo ku sajidda kamid ahay bulshada umar in looga waramin wuxuu rabay bulshadiisa meel walba joogto xuqtiisa asoo inuu helo madina asaga saa u dhex wareegaya meelaha u dhow uu bix jiray uu tagi jiray meelaha ka fog ciidan buu u diri jiray iyo rag cuqaal ah oo soo qoray xuqta soo keena xuqta uu ku qanci waayay kuwa soo qoray buu u yeeri jiray magaalada ayada guddi joog u dhii culuma iyo cuqaal ha laygu keen madinuu keenay uu marti sooray uu wareysanaya ushina uu diyaarsanta way taalla ninka uu ka dareemay inuu wax qarqarin hayana budka ayaa qarwad garanaysa waxa kamid ah qaabka ummada bulshada u ogaay dhibaatadeeda salaad walba markuu tukado mihraabku intuu ka sawiro halka fariisan jiray halkaas xafiiska xafiis u ahaa uu fariisanaya ilaa nin walba dinta soo sheegto musan kici jiray bacda alfajr intuu fariisto yaa laga yaabaa duhurko la adami agtiisa inuu ka kaco oo weyso u aado nin walba ilaa dinta soo sheegto qoro waagi dambe waxaa lagu yiri cumarow dad waxaa jira waxba aan ku sheegan karin laga hebeysto ahaa meeshaad fadhiisataa gurigaad fadhiisataa masaajidkaad fadhiisataa waa lagu dana sheegtaa laakiin dad waxaa jira intay yimaadaan markay wejigaada arkaa iska noqdo cabsada dadka maxaa xal ah dadka toddoba nin buu sameeyey cuhmaan ka mid yahay cali cabdiraxmaan ibn cawf raga weynaa lix nin buu magacaabay toddoba nin buu magacaabay wuxuu yidhi idinku bulshada u fadhiisto oo baahideeda intaad ogaataan iisoo gudbiy soo idinku waxay sheegi kartaa idinku iisoo sheega ana wax ka qabanaya قاف كاسو حكومة ذي واجد دمبا وحال عمرو هو شو دموي سكنتين لكن ولي إن أجر قلف سنتها يبقى لك الشيء أنا ير ألك تاي وأوي مالكاس وحولي صنورها استبعي استبعي يا إلهي كعب صديبور أما أما حد قد بتاع أضنق الطوح القط من الصالة أو سنرتشو سلو استاجي
marna intaan adkaadan dhagaxa noqono waxaan isdhihi buuri ama shidada ilaahay kugu cadaabaa fa ayna almakhraj ii sheega buuri cabdiraxmaan cawf warka keenay mar hawshan adkaynaya ilaa aan isdhaama dhagax noqoto lagugu cadaabaa marna waan isdabcin ilaa aan noqdo waxaana ka dabacsan oo muslimiinta ama daciifisa oo islaan muslimiinta baylaysa baan is odhanaya balse wax ku badbaadaya cabdiraxmaan cuni maanta ka dambaysa maanta kadib hawsha ku weydiin kaana hadli maayo qaabkaasoo muslimiinta u maamulaya in xogtooda u ogaado xaaladooda u ogaado maalin maalmaha ka mid a yacab nacaas ba wuxuu soo diray nin fariin fiican wada oo ah iskandariyan furano gaala jabtay bishaarada u geebaalaya cumar saxaabiga loola jiray mucaawin xudayj weye al ansaari ninkii baa yimid cumar gurigiisii buu yimid maalin maalmaha ka mid a isagoo meel dheer ka yimid gabar baa u soo baxday addoon baa soo baxday weyn fiirisay wadaadka salaadadii rafaad ka muuqday aragtay biyay u keentay baad bay u keentay timir iyo kibis bay u keentay cabar buu meesha fadhow waa cunay kadib cumar baa u soo baxday cumar waa nin aada u fira dheer wadaadku dalka dheer ka yimid ee meeshan yimid ee asagu uusan qaabilin ee gabadhu qaabishay ee biyaha iyo baadka u keentay inuu wuxuun ka fikiray dareemayaa cumar baa yidhi mucaawiyo maxaad istidhi intaan kaa maqnaa intaan kaa maqnaa ad sugaysa maxaad istidhi xiina atayta almasjida masjidka markaa timideed iga weyday gurigan aad timideed aan durba kuu soo bixi waayo maxaad istidhi waxaan isidhi buu yihi ruuxaan kuu sheege madaxweynuhu yar qaylooshada uu yar jeefaa xilli kulul weeye uu yar seexda baan isidhi buui cumar wuxuu ui bi'sa maa qulta aw bi'sa maa dananta waxun baad ugu malaysay buui waxunna waad tidhi haddaan maalinkan seexda buu yihi cumar haddaan ahay la udayacanna araciya u fiirsada had maalinka haddaan seexdo oon qayluushado waxaan dayacayaa oon baylihinayaa khidmadii iyo adeegii mas-uuliyadda ummadda muslimiinta wala in nimtu lleyl low dayacanna nafsii habeenka haddaan seexdana naftaydii baan dayacaya oo baylihinayaa maalinka haddaan seexdana mas-uuliyaddii muslimiintaan dayacayaa fa kayfa binnawmi maca haadayni yaa mucaawiya buu ihi labadaa arrimood oo ay haysata sidee baan u seexanayaa buu ihi maxaad u fikirtay miisuroobaysa hadda isku keenay idinku waa nin ka fikiraya habeenka dad seexato waxaad dayacday naftaadi hadde maada alla umaada dhowaan maada cibaadaysan maalinka dad seexatana bulshadii baad dayacaysaa xilkeedii waa wadaadaha yidhi cumar waagi dambe wuu madoobaaday waagi horena wuu casaa waxay dhahay hurdada baa ka tagtay ma seexan jirin ma nasan jirin saas u taagnaa u yugnaa aathaartay daliishaan bay ka mid tahay nin qaabka ummadda ugu taagan buu ahaa wuxuu odhan jiray low maata jamalu min camali dayaacan khashiitu an yas'alani llaahu canhu riti ka mida xoolaha geela sadaqada ama muslimiinta ka mida hadduu ciraaq ku baylo ku fakado aakhara in liya cadaabaan ka baqaya dad iska badaa waa xoolihii noolaa xoolihii noolaa wey waagida markuu waa yeelay ee uu muslimiinta soo xajisiiyey ee xajka u dhammaystay mina galaheedii laagti maraysay badxa la odhan jiray intuu carro tuuray niis iyo tamuux intuu tuuray oo giisu ku turtay buu barkada ku seexday cirkuu fiiriyey cidihii wuxuu saa u fiiriyey ilaahay buu xusuustay rabbi buu bari wuu saabaaray markana waa waayo lixdan jira lixdan dhow wuxuu yidhi allaahuma qad kabirat sinnii ilaahu da'diidii baa weynaatay wadacufat quwatii caqligaygi awooddii waxqabadkii usha aan la booda jiray waan qoonsaday beryahan dambe awooddaydiina waa daciiftay wantashada raciyatii bulshada aan maamulayna way baahda way ballaaratay malaayiin baa la marayaa faqbidnii ilayka hayra mufaritin walaa mudayicin buu ihi ilaahayow nafta iga qaaday oofsa buu ihi anoon xilkaadi dayicin muslimiintana aan baylihinin wuxuu ka baqayaa da'daa wixii ka dambeeya inuu muslimiinta xilkoodii ka soo bixi waayo cadaaladii sidii ku wadi waayo xogtii sidii ku qaban waayo qadihii cilmigii mar walbood waa yeesho dadu ay sii kordho laf iyo ludbu waa dabcaysaa maanku soo wax walbuu yaraanaya wax walbuu soo ururaya waa aragteen baydanu laclacaa baabaashata ku nafbaxaaya oo qaybuba gelaya bini aadan xil buu soo ugu orda isaguna waa ishabaaraya habaarkiisi baa laga aqbalay wax yarbuu sii noolaa waa shiiday qaababka uu muslimiinta u dhex qaadi jiray ee xogta u ogaan jiray ee uu iskaga ilaalin jiray aan wax ka soo qaadno aslan baa wuxuu yidhi
habeen habeenaha kamida anagoo wareegaynaan xaratu waaqim meel la yidhaahdo midna dushadan u baxnay si balo ogaada muslimiinta meelaha jooga. ceel baan tagnay siraar la odhan jiray, markaasaan dab iyo iftiin meel fog ka aragnay buu cumar baan, waa nin fiiro dheer buu ahaa, wuxuu dabkaasi waxaan u malaynayaa dad muslimiina oo socoto ahaa in meesha qabow uu ku helay iyo baahi oo halka ka dhaqaaqi laayihiin. ee bal u tagnay inay inoogii waan u tagnay buu ihi. markaas waxaan ku baxnay buu ihi, haweenay caruur yar yar haysata, dabna dul fadhida, dharina u saaran yahay, caruurtana ooyaan oo qayli hayaan. cumar baa wuxuu ihi, assalaamu calaykum yaa asxaab addaw. ufirsume asagoo halkaa mada islaanaya, assalaamu calaykum yaa asxaab addaw. dadka iftiinka dul joogow salaam baa dushiina ahaad, wuxuu didan yahay dabka inuu dhaho. aslaba wuxuu ihi, fakariha an yaquula ya asxaab annaar. afkiisu wuxuu ka ilaalinayaa naar iyo dab buu ka ilaalinaya. wuxuu ihi, iftiinka iyo ilayska dadka ag fadhiyo way la hadleen. wuxuu ihi, ma soo dhowaada haasoo dabka uu soo dhowaada uu la fadhiistay. markaasay waxay dhaheen, maxaad ahayd? wuxuu ihi, marti baan ahayd, soo booqatay, idinku maxaad ahaydeen? waxay dhaheen, ama khayr noo keen ama iska tagodaado, meesha annagu waa ku dhibannahay. maxaa idinku dhacay? waxay dhaheen, qabowba halkana fadhiisa iyo baahi iyo socod safar baanahay, meel baan u socon. wuxuu ihi, caruurtan ogeysa seexan la, maxaa ku dhacay? gaajay la seexanlayin baa la yidhi. dheriga dabka saarana muxuu ahaa? waa biyo aan ku sasabayna caruurta, wax saaran ma jiraan la yidhi. aslan buu fiiriyey ina keen buu ihi, bakhaar uu raashinka dhigi jiray oo masaa'ibta noocaas ugu talagalay buu galay, jawaan buda oo daqiiq ah iyo tabad subag ah ayuu ka soo qaaday. tunka ii saar buu ihi, anigu cumara qaadahaye. muxuu ihi, aslan anaga kaa qaadeen? maya, dunuubtayda aakhara maada iga qaaday buu ihi. bukoordii bal wax ii saar, dushaan loo saaray, intuu diin lahaa buu dushaan u saaray. cumar baa soo xamaalay, reerkii meeshay fadhiyeen baanu keennay. islaanti buu u keenay, wuxuu ihi, dab ha la shido. dabkii waa la xaabeeyey. wuxuu ihi, islaantii booda iigu shub, anaa kuu walaaqi boodadan, dheriga ku shub, ila waa in lagu bitiiye, haddii kale burlaq bay noqonaysa. irbaha aan wadahayaay adugu boodada ayar iigu biti buu ihi. dabkii buu shidaa, xaabadii buu israaciyaa. cumar garkiisii weynaa, ilani shaash badan buu ahay, waxaan arkaa yaabur qiiq ka dhex baxay, aslan baa ka sheekeynay. mar xaabadii buu israacin, dherigii buu afuufi, marna wuu walaaqaya. raashinka markuu bislaaday oo soortii bislaatay yuu ka dejiyay, isaga ka qaaday. islaanta wuxuu ku yidhi, ii keen xeedho iyo saxanaan caruurta raashinka ugu rido. saxan bay keentay, ay wateen. wuxuu yidhi, anaa kuu baldhabi, baasha anaa kala baadhi, adugu caruurta raashinka u qaybi. dheri uu ka ridaa, wuu qaboojiyaa, fudhaalkaasa isaa lagu yidhaha, baasha hadisay say u qaboo, soma garanaysaa. usaddixu lakii buu, laakiin adugu raashinka sii, anaa kala bixinaya, anaa kala baadhaya. way dhergeen, caruurta way dhergeen, islaantii way cunteeyeen, reerkii waa la cunteeyey. kadib markii la dhergay, yuu tabadii raashinka uga tegay, xaggaasoo kale u fadhiistay, uu ka fogaaday. aslan waxaan idhi buu ihi, haddii hawsha dhammaynay, islaantii dheregtay, caruurta wa kuwaas waa dhergeen, inaan keen hawl badan baa inoo taalle, wareegii roondadii aan dhammaysanay, wuxuu ihi, kici maayo. mar labaad baan ku celinay, wuu iga aamusay buu, wuu iska sugay, inuu kacayo waa diiday, xaggoo kale u fadhiyaa. caruurtii markay dhergeen, maxay bilaabay inay ciyaaraan, bardoodamaan, islagdaan, kor suqadaan, beerhaas kaga fadhiistaan, saasaan sugahayay buu ihi. intaasaan sugahay, markaas iska kaco, iska tegay. islaantii baa markuu la hadlay, wuxuu ihi, bal waran, waxay jidhi, anagiyo cumar ilaahay baan ku xisaabtamaynaa. islaantii buu la hadlay, anigo cumar bayt ilahay baan ku xisaabtamay hortiisa. cumar wuxuu ihi, walaalay cumar muxuu ku yiri, ya amat allah, waxay jiri, xilka anagu naqaba, xilku muslimiintu madaxweyne u noqonaya oo taladii usha muslimiintu qabanaya, xagga nagama warqabahayo. adiga ayaa cumar dhaame, adaa mudnaa bay tihi in madaxweyne lagaa dhigo. odagaa garka weyn ee qiiqa afuufahay, ee raashin kala baadhahay, ee caruurtaydi dharjiyey, ayaa mudnaa bay tihi xilka in loo dhiibo. cumar waxba nagama ogo. waxa hadli kara maji cumarna shib buu ihi. wuxuu ihi, yaa amat allah, qul khayran, ducee. waxba cumar ahaabaarin ducee. markuu dhaqaaqayo wuxuu yidhi, addoonta ilaahay cumar, markaad u tagto berri, aad la kulanto, khayr sheeg, khayr sheeg. agtiisaynu ku kulmaynaa, cumraa iskugu iman doonaa. qisada intaasa ku go'day, in cumar la iskugu yimid oo dib loo xaajooday, oy wadaaddii fashilantay iyo in kale
riwaayadu ma isku darin qaabkaas uu muslimiintu xugu qaban jiray Umar ogana warqabahay ilaahay uga cabsanaayo waxa kamida qisooyinki aad iyo aad waxaan umbadnaa Umar ku saabsan qadiyadiisa hada waa daashin baro ma intaan ku deynayaa habeen walba markii la gaaray hawsha uu dhameeyo intuu iska reebay ciidankiisa ayuu xaafad fog tagi jiray islaam waayeela oo indhala iyo u taga raashin u kariya raashin ku siiya dharku ka dhaqa saxaradii kaayid uu ka qaada weelki wax ku qabsaduu ka soo daadiya godka iyo qodotay buu kaga habeeyaa kadib asoo loogeyn buu ka tagaa islaamta markuu ku xisaabtanta maxaa ay hooyay wiilashada wiil kamid oo manahay muslim ee ka socdo waagi dambaa waxaa dareemay dalxan Cubaydillaah Umar markii dadku iska reebay meesha uu aaday oo kulli bdho xumaanta ku soo sameeyo atu ogaatid buu yiri la dareen baa iska jiray binaadan shaydaan waxba ku akhrinaya wax dadku dhaw ka qarinayo ee kaliya u dhumanayo in la ogaanaynin aslan buu iska reebay nin walba uu reebay bukoordu la baxay kaliyi baa taga waagi dambuu daba galay wuxuu arkay haweenay waayeel ah oo buul dhex fadhida oo Umar si ilmo iyadu ay dhasho ugu shaqeynayo dharka ka dhaqi saxaradii kaadii ka qaadi raashinka u karini risaliid u marini u shanlayni dhar fiican u xuli ka soo tagahay Umar habeen soo baxay Talxu banaanka taagan gaadaha ayaa isku kulmay Umar baa ku naxay war maxaad jirnays adu meel maxaa ka soo doontaa dhumashada dhumaysa kaashiki adu maxaad soo doontaa wuxuu yiri خير من دون ادب مجرو وحو يري اسكتك اسلامته بكون نقدي برحن عبيد الله وضام بري محو اني كان كوي ما دهبين كست ما قال حتى دور سنه ويغا ورقبا دور سنه نين كان يغا ورقبا واي ماده خليغاس اي ماده هبينكا هو ياس دبن مال يما واري وديدي وخ ولبر وبانو اي كينا وخ ولبر والد لو قبان لا بو اي قبطه خير الله سيو هدو سن جيرين نين كان ما نولادن بجير هوينا قبلنا waxay dhamaadeen inay tahay baamka dambe xadaato dalxu isku nuco wuxuu yiri waayeelka muslimiinta sida yeelaya anagu waxaan ka warqabna ma jiro waxa ilaahay balan kula galay oo dib dambe Umar inaan daba gelin qawaadidiisa siyaasadda uu ku maamulahay iyo qadihiisa iyo dardaarinka waa inuu bari galabta insha Allah taala wa ma santeen wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh